بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. ما سالتش نفسك هو ليه احنا بنحب النادي الاهلي بالشكل ده؟ ليه متعلقين بالنادي الاهلي بهذا الشكل؟ انا اقول لك. الاهلي بالنسبه لجمهوره رمز وحته من القلب. من 115 سنه لما ظهر النادي الاهلي للنور، اكيد ما كانش حد من رجاله المخلصين وقتها من 1907 كان يعلم ان بعد نهايه هذا القرن هيكون النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. لكنهم كانوا واثقين من بدايه المشوار انهم قدام مشروع نادي عظيم هيرسي القيم والمبادئ من اول يوم. عدت السنين وتوالت الاجيال وفضل النادي الاهلي يتبني طوبه فوق طوبه، مش جدران وملاعب وصالات بس، لا ده اتبنى بالاخلاق وبالاصول وبالاحترام وحب الانتصار واعلاء قيم الرياضه. ومع كل جيل جوه الاهلي كان بيتولد احلام كتير، لحد ما وصل النادي العظيم لاعلى المراتب القاريه والدوليه. الاهلي بالفعل هو نادي كبير وعظيم، ولقب نادي القرن كان تتويج لتعب كبير جدا. كل العالم يعرف ان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، عشان كده بيدافع النادي الاهلي دايما عن حقوقه ضد اي تطاول او اي تجاوز. وهيفضل النادي الاهلي رمز في كرة القدم او رمز لكرة القدم في القارة السمراء. وهيفضل دايما نسر الاهلي واقف بفخر على منصات التتويج، عشان يفضل كل أهلاوي فخور بنادي. النهاردة المحكمة الاقتصادية تعلق دعوى تعدي نادي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي لمدة شهر. قررت المحكمة الاقتصادية اليوم وقف الدعوى رقم 416 لسنة 12 قضائية تعليقا لمدة شهر المقامة من النادي الأهلي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك لقيامه بالتعدي على أحد عناصر مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي نادي القرن، وقيام مجلس إدارة نادي الزمالك بتعليق لافتة على أسوار نادي تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، وهو اللقب الذي يملكه النادي الأهلي دون غيره من الجهة المانحة. الجهة المانحة طبعا وهي جهة الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قبل أكثر من 20 عاما. وأقام النادي الأهلي الدعوى المشار إليها وطالب بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به. وقررت المحكمة اليوم تعليق سير الدعوى لمدة شهر. بصراحة أنا مندهش جدا جدا حتى الآن من الناس اللي عندها إصرار غريب على التعدي على حقوق الغير. يعني أنا مثلا النادي وهضرب لحضراتكم مثل بسيط ومن 2020، النادي الأهلي مثلا هو بطل أفريقيا 2020 اللي هو ماتش القضية، قضية محمد مجدي قفشة جون 2-1، وطلع الشناوي كابتن الفرقة، كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق استلم الكاس. ينفع تقول لي دلوقتي لا معلش أنا بطل النسخة، أنا بطل النسخة دي الحقيقي؟ يعني حاجة غريبة جدا، كلام طبعا غريب ولا يصح، والناس بره بتضحك عليه، بتضحك على هذا الكلام. حاجات غريبة جدا بنشوفها. يعني أكون أنا البطل وأكون أنا نادي القرن في إفريقيا وكل حاجة، واحد حد يطلع تاني يقول لك كذا 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 اللي حضراتكم شايفينه وسامعينه خلال الفترة السابقة. الحقيقة فعلا من حقك إنك تفخر انك اهلاوي وتنتمي لنادي القرن. عودناكم نتكلم عن النادي الاهلي رقم واحد في كل شيء، مش بفضل حد، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل ابنائه ونجومه ورموزه وجمهوره. ولما بنقول النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، تواقع وتاريخ غير قابل للتزييف، واقع وتاريخ غير قابل للتزييف. تقرير، تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن أن النادي الأهلي دايما رقم واحد ونرجع نكمل كلامنا.
أيضا حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال 30 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الثانية موعدا لمحاكمة رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية. يذكر أن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقم 45 لسنة 22 و83 لسنة 22 جنحة اقتصادية قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف واللتين صدر فيهما الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس النادي الزمالك والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ. ورغم قيام الكابتن محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام السابقة عن طريق محامي بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون، جاءت هذه الأحكام بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله المستمر عبر وسائل الإعلام. ده خبر مهم جدا جدا عشان حضراتكم تبقوا عارفين الأخبار ماشية إزاي. طيب، مهم جدا اللي أنا هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي لأنه موضوع مهم لم يتوقف النادي الأهلي إطلاقا طوال تاريخه عن العطاء لمصر الغالية عبر أجيال وأجيال. الأهلي دايما كان حاضر في الأحداث القومية والوطنية. الأهلي اللي كان له الشرف في مشاركة أبنائه في المجهود الحربي استعدادا لحرب الكرامة، هو برضو النادي الأهلي الذي شارك أولاده في الانتصار العظيم، انتصار أكتوبر المجيد 1973. كان من بين أبطالنا واحد من أعضاء النادي الأهلي اللي كلنا كأهلوية بنعتز بيه، اللواء زكريا سراج الدين بطل المدفعية المصرية. هذا الرجل له حب كبير جدا في قلوب كل الأهلوية، وهذا الرجل يستحق مننا كل التحية وكل الاحترام. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن أحد أبطالنا في النادي الأهلي وفي مصر وفي النادي الأهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا الدفاع عن أرض بلدك، شرف كبير قوي. ويا سلام بقى لما تشارك في انتصار تاريخي زي انتصار أكتوبر، أكيد حاجة تدعو للفخر. اللواء زكريا سراج الدين والد صديقنا المحترم المهندس دكتور محمد سراج الدين، اللي من حقه ومن حقنا ان احنا نفخر بوالده الراحل العظيم. تذكر دايما ان اللواء زكريا ابن دفعة 54 حربية عمل احتفال كبير لأبناء دفعته في لفتة رائعة جدا الحقيقة، كانت على ما أتذكر عام 2019، ووقتها كان بحضور عدد كبير من قيادات النادي الأهلي وعدد كبير من أبطال القوات المسلحة. كان احتفال رائع لليوبيل الذهبي للدفعة 54. رحم الله اللواء البطل زكريا سراج الدين. طيب، برضو عايز أتكلم بقى مع حضراتكم النهاردة في بعض الأخبار. نادي الأهلي النهاردة استقبل وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، وكان في استقبال وفد الضيوف المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق النادي، كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ خالد مرسي مدير المقر، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص. وجاءت الزيارة تلبية من النادي الأهلي لطلب وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لزيارة مقر النادي في ختام دورته الخاصة بالقانون الدولي لكرة القدم، نظرا إلى قيمة الأهلي وتاريخه محليا وإفريقيا وعالميا. الوفد قام بجولة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شملت دولاب البطولات وصالة الأمير عبدالله الفيصل وملعب مختار التتش وغرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم. من جانبه
نقل المهندس خالد مرتجي ترحيب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يخضع لفحوصات طبية حاليا خارج البلاد بالوفد وكل أعضائه الذين حرصوا على زيارة النادي من أجل التعرف على منشآته والاطلاع على جانب من تاريخه من قرب. وقال المهندس خالد مرتجي أن زيارة الوفد تأتي في إطار التقدير لاسم وتاريخ النادي كونه رائدا في البطولات والقيم والمبادئ وأشهر أندية إفريقيا ونادي القرن الإفريقي. نادي القرن في إفريقيا. أوضح أمين صندوق النادي في كلمته أن مثل هذه الزيارات تلقى اهتماما كبيرا من قبل مجلس الإدارة كونها تشكل جزء أكبر من عائلة النادي الأهلي حول العالم. الحقيقة ده النادي الأهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وما بين أي نادي آخر. هو ليه دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن النادي الأهلي بهذا الفخر وبهذا الاحترام وبهذا الأدب وبهذه الأخلاق؟ لأن النادي الأهلي احنا بنتعلم منه الأدب والأخلاق والانتصارات زي ما حضراتكم سمعتوا في بداية الكلام، فبالتالي دايما يظل النادي الأهلي بالنسبة لكل جمهوره ولكل لاعبيه ولكل أجهزته الفنية يظل دائما في القلب، وهنفضل دايما بنحب هذا النادي مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، هيظل هذا النادي دايما في قلوبنا جميعا. خلونا نطلع فاصل، ومن بعد هذا الفاصل هنتكلم عن منتخبنا الوطني وكلام مهم جدا فيما يخص كابتن ياسر إبراهيم. كابتن ياسر إبراهيم من امبارح للنهاردة حملة كبيرة جدا، حملة ضده يعني وضد النادي الأهلي، معرفش ليه الحقيقة، ولكن هرد على كل هذا الكلام ولكن بعد هذا الفاصل. بجدد التحية بحضراتكم. منتخب مصر عنده تحدي مهم وكبير جدا، تحدي الكبار. هنلاعب منتخب بلجيكا المصنف رقم 2 على العالم. منتخب بلجيكا اللي بيستعد طبعا لمونديال قطر 2022. المباراة هتكون إن شاء الله في الكويت يوم 18 نوفمبر. مباريات الكبار دايما بتكون مهمة. المنتخب بيواصل استعداداته خلال معسكره في القاهرة. فيتوريا بصراحة شجاع إنه مرحب بهذه المباراة، لأن مثل هذه المباريات بتبقى صعبة جدا جدا جدا، خصوصا إن أنت هتلاعب المنتخب المصنف رقم 2 عالميا وعنده غيابات كثيرة. غيابات ايه وازاي وايه اللي حصل في هذه الغيابات؟ وهتكلم مع حضراتكم بعد التقرير اللي جاي عن موضوع يخص كابتن ياسر ابراهيم. كابتن ياسر ابراهيم تحديدا، لانه من امبارح للنهارده او منذ ان اعلن النادي الاهلي ان ياسر عنده بعض الاجهاد اللي يخليه ما يروحش المنتخب، حاجات كتيره جدا حصلت وسمعنا اعلاميين بيتكلموا في هذا الاتجاه واعلاميين اخرين بيتكلموا في اتجاه اخر. هقول لحضراتكم كل هذا الامر، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن منتخبنا الوطني واستعدادات منتخبنا الوطني لهذه المباراة الهامة جدا وفيتوريا يتحدى الغيابات. امبارح للنهارده وكأن الدنيا وقفت على ان ياسر ابراهيم عنده اجهاد. كل الكلام يخص هذا الامر. واحنا الحقيقة قاعدين بنتابع اعلاميا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال وايه الكلام اللي بيتقال. فضلنا نتابع يمكن نشوف حد قد يكون عنده بعض الحيادية في اختياراته في الكلام حتى. ولكن للأسف الشديد وجدنا أن هناك وجهات نظر غريبة جدا، مع أنها من ناس كبيرة جدا ولها اسمها في التاريخ الإعلام الرياضي وناس لعبت كرة قبل كده وعارفة يعني إيه إجهاد وعارفة يعني إيه تمرين قوي وعارفة يعني إيه. هو أنا هقعد أتكلم كتير ليه؟ الرد على موضوع ياسر إبراهيم جه من مين؟ مش مني. يعني الواحد لو كان قال زي ما قال وطلع مع حضراتكم واتكلم زي ما اتكلم كان هيبقى ايه؟ ان انت بتدافع عن لاعب في النادي الأهلي. ولكن عندما يكون الرد من المشرف العام على منتخب مصر وايه اللي حصل؟ تعالوا نسمع كابتن حازم إمام، مش إسلام الشاطر ولا جمهور الأهلي ولا ياسر إبراهيم ولا سيد عبد الحفيظ. تعالوا نسمع كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وهو بيتكلم عن موضوع ياسر إبراهيم واعتذار النادي الأهلي. هو الناس قالته كده امبارح، النهارده كابتن حازم بيقول لنا حاجات تانية خالص. نسمع كابتن حازم ونرجع نرد مرة تانية.
ده المنتخب طبعا انت عارفين ان متولي ربنا يشفيه يعني اتعور، فالمنتخب بعت للنادي الاهلي لياسر ابراهيم. برضو عايز اقول حاجه على ياسر ابراهيم، في ناس، فياسر ابراهيم على فكره ما اعتذرش ولا حاجه، هو اللي حصل بالظبط ان كابتن سيد بعت قال اوكي، بس خلي بالكم ان ياسر اتمرن بقى له 3 4 ايام بيتمرن تمرين حمل عالي، لان في ناس بتتريق يقول لك هو مجهد وازاي وده ما بيلعبش اساسا، فبرضه الناس بتاخد من على السطح يعني. فهما بيتمرنوا، اللي ما لعبوش كتير بيتمرنوا تقريبا تمرين، بيتمرنوا كل يوم وتمرين ضغط عالي وحمل عالي. فقالوا احنا لسه، وبعدين لما منتخب غراب اكلم كابتن سيد الصبح امبارح كانه في التمرين او بعد التمرين على طول، فقال له خلي بالك هو لسه متمرن دلوقتي كمان والتمرين كان عالي، فهو يعني حمل عالي عليه ان هو كان المفروض هيروح التمرين بعد الظهر الساعه 5، بس ده اللي حصل. فشرح له هو بيتمرن ازاي، فغرابه وصل لمستر فيتوريا ازاي التمرين عامل ازاي في 3 4 ايام من الحمل عالي حمل عالي حمل عالي، فهو تعبان النهارده او مش هيقدر يجي يتمرن اساسا، لو جبته النهارده هيبقى لسه يتمرن فمش هيتمرن النهارده، وبكره عايز تمرين خفيف لان هو كان نازل بحمل مختلف عنك. فالراجل قال خلاص خليه ما دام حملنا نشوف، جابوا خالد صالح يمكن من نادي الاتحاد. فده اللي برضه الموضوع، في ناس بقى لك هو لعب حاجه عشان يبقى مجهد. ايوه ما هو مجهد يا فندم، انه بيتمرن تمرين تاني، بيتمرن مع النادي الاهلي اللي ما كانش عامل حسابه انه هيروح منتخب مصر، فبيتمرن تمرين الضغط العالي اللي مستر كولر عامله مع فرقته. فكل حاجه ليها، بس ليها اسبابها، بس احنا نحب دايما ايه نتريق ونهزر وبتاع، لكن ده هو اللي حصل، وبالتالي لن ينضم ياسر ابراهيم لمنتخب مصر. يا نهار ابيض، كابتن حازم امام بيرد على كل الاعلاميين اللي كانوا بيتكلموا في هذا الامر، مش انا ولا ياسر ابراهيم ولا كابتن سيد عبد الحفيظ. اللي انا فهمته من كلام الكابتن حازم امام ان مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قرر بعد ما سمع الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ للاستاذ خالد غرابه المدير الاداري للمنتخب، قال له ان ياسر ابراهيم عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فواضح ان خالد غرابه راح نقل هذا الامر لروي فيتوريا اللي قرر ان ياسر ابراهيم ما يكونش موجود، وانتهى الموضوع على هذا الكلام. من امبارح للنهارده قصص وحكايات وروايات غير طبيعيه. طيب لو كان يعني كابتن حازم ما طلعش واتكلم بهذا الشكل كان هيحصل ايه؟ كنا هنتكلم في امور كثيره جدا جدا غير هذا الامر، وان ياسر ابراهيم كذا وان مش عارف ايه والكلام اللي احنا بنسمعه من امبارح للنهارده. ولكن كابتن حازم امام تكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى المصداقيه في هذا الامر، وبالتالي لا يمكن ان نعلق على هذا الامر مره اخرى. اتمنى ان الكل يسمع هذا الامر او يسمع كلام الكابتن حازم امام من خلال برنامجه في الراديو ويشوف ايه اللي حصل وايه اللي قاله كابتن حازم امام مرة تانية. طيب مداخلة هامة جدا الحقيقة مع الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على لجنة المسابقات، وأنا بعتبره يعني أخويا الكبير الحقيقة الحاج عامر، يعني ياما علاقات طويلة جدا، احنا اسكندرانية زي بعض بالمناسبة، فعلاقات طويلة جدا جدا، أنا مش هقول من كام سنة عشان ولا أكبره ولا أكبر نفسي. ازيك يا حاج عامر؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اولا وحشني جدا، ويعني بقالي كتير قوي ما شفتكش ولكن دايما بطمن عليك. الله يخليك يا كابتن اسلام، ربنا يكرمك. حاج عامر خليني ابدا مع حضرتك الاول بكاس الرابطه. تم وضع التوقيتات لكاس الرابطه خلال الفتره القادمه. ايه اللي ممكن يحصل بقى بعد كده؟ يعني احنا عرفنا ان في مباراه يوم 19 ومباريات اخرى يوم 26 و27 و28 وبعد كده المباريات في شهر 3. النهارده طبعا كان في القرعه بتاعت الثلاث انديه الصاعده من القسم الثاني. ايوه. الداخليه واسوان وحرس الحدود. بالاضافه الى رقم 15 الموسم اللي فات غزل المحله. الاربعه استعملت القرعه النهارده بينهم. المباراه الاولى هتبقى اسوان وغزل المحله. ايوه. اسوان. والداخليه مع حرس الحدود في ملعب بتروسبورت يوم 19. الاثنين الفائزين هيخشوا مع ال 14 اللي اتجنبوا، يبقى ده هيبقى فيه 16 نادي نبدا من دور ال 16. نعم. في شهر 3 الاجنده بتاعت شهر 3. وبعد كده الاجنده بتاعت شهر 6 ننهي فيها كاس الرابطه.
طيب السنه اللي فاتت شفنا ان الانديه او معظم الانديه شاركت بمجموعه من الناشئين وباللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل كبير، اعتقد ان ده لاقى نجاح كبير، ده في اول البطوله يعني في النصف الثاني او النصف الاخير من البطوله كل الفرق اللي وصلت للمباريات النهائيه والقبل النهائيه شاركت بفرقها كامله، اعتقد ان ده شيء جيد جدا وان هذه البطوله بتورينا جيل اخر من اللاعبين يا حاج عامر. اكيد طبعا في ناس استفادت في كاس الرابطه اللي فاتت لان كان في 45 يوم كانت بطوله امم افريقيا عشان كده عملناها بدور المجموعات. نعم. عشان كل نادي على الاقل يلعب خمس مباريات في الفتره في 45 يوم. النظام الموسم ده طبعا مختلف ما عندناش احنا 45 يوم دولت. فبالتالي هتعمل بنظام خروج المغلوب. في انديه طبعا زي ما بنشوف من النهارده في ليفربول بيلعب دلوقتي ومانشستر سيتي كلهم مريح لعيبه ومطلع وجوه جديده مظبوط الانديه بتستفيد منها وفي انديه بتيجي في النهايات بتلعب كامله انما طبعا كاس الرابطه احنا عاملينه بما لا يضر المسابقات بتاعتنا فبالتالي احنا ما عندناش الوقت الكافي عشان كده بنلعبه وقت الاجنده في شهر 3 وشهر 6 لان احنا كان عندنا كاس الرابطه المفروض يوم 26 و27 دور 16 انما لما تم التوقف اللي احنا الحال اللي احنا فيه اتاجلت الجوله الرابعه فاخدت ميعاد الكاس مصر اللي هو يوم 11 و12 12 عشان ما ابوظش الجدول كله لان احنا منزلين لغايه الجوله 29 لغايه شهر 5 فاخدت ميعاد كاس مصر يوم 11 و12 12 شهر 12 11 11 ديسمبر اوكي حطيت فيه الجوله اللي هي توقفنا عليها الفتره دي تمام واخدت الميعاد بتاع كاس الرابطه دور ال 16 اخدته وحطيت مكانه اللي هو كاس مصر اللي احنا قدمناه من شهر 12 فهيتلعب يوم 26 مباراه الاهلي و27 مباراه الزمالك وفي مباراه الزمالك والمصري وفي بيراميدز والبنك الاهلي 27 والاهلي والمقاولين يوم 26 فبالتالي رحلت معاد كاس الرابطه دور 16 لشهر 3 نعم والنهائيات في شهر 6 عشان ما اقربش للجدول بتاع الدوري كله. تمام حاج عامر الموضوع موضوع لجنه المسابقات وان انت تشرف وان انت تضع هذه المباريات في هذه التوقيتات بيتطلب امور كثيره جدا بيتطلب ايضا خبره كبيره جدا وحضرتك واحد من اللي عملوا هذا الامر الحقيقه او اللي صنعوا هذا الامر. فالموضوع صعب جدا، احنا في بعض الاوقات هنا في قناه الاهلي وبننتقد حضرتك بلاقي حضرتك بتكلمني تقول لي لا اسلام والله الوضع 1 2 3 واحنا مستنيين مثلا موافقه كذا من الناحيه الثانيه والملاعب كذا والامور كذا. الموضوع صعب مش سهل يا حاج عامر، فانا عايز اعيش بس وعايش جمهور النادي الاهلي في اللي بيحصل علشان نبقى فاهمين كلنا هي الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ كيف يمكن الترتيب لمباريات دوري عام؟ المباريات بتتلعب في توقيتات معينه وكيف يمكن الترتيب ايضا لمباريات كاس مصر والرابطه في ظل هذه الظروف؟ عيشنا في اللي جاي يعني. الحقيقه الفتره اللي فاتت احنا اول حاجه كان هدف ان برجع تاني المواعيد الاصليه اللي احنا بتاعت الموسم. نعم. اللي هي من شهر 8 خلص شهر 6 زي العالم كله. ويمكن بعد الكورونا في بعض الامور اتغيرت في دول كتير يعني يمكن الموسم دوت من يومين ثلاثه الرابطه الانجليزيه اعلنت على بدايه الموسم اللي جاي ايوه واعلنت ان الاول مره من ثلاث مواسم رجع الميعاد الطبيعي بتاع الدوري الانجليزي يعني معنى كده ان الاتحاد الانجليزي ما كانش بيلعب في الميعاد الطبيعي بتاعه المواعيد الطبيعيه بتاعته صح هو اعلنها ان الموسم اللي جاي هيبقى خلاص رجع للوضع الطبيعي لان الكل من وقت كورونا لما الدوري اتوقف حصل مشاكل في كل الدوريات صحيح يمكن الموسم ده حضرتك هتشوف دلوقتي برضو من الحاجات الملفته للنظر ان في اصابات كتير في لعيبه كتير هتلعب في كاس العالم ده حقيقي طبعا ده راجع ان لاول مره يبقى كاس العالم في وسط الموسم فطبعا عمل مشكله في الدوريات الاوروبيه كلها. احنا طبيعي يا كابتن اسلام دايما امم افريقيا في وسط الموسم. عشان كده بتعمل لنا مشاكل. فالاول مره ولا بقى فيه بطوله امم اوروبيه بتتعمل في الصيف، كاس العالم طول عمره بيتعمل في الصيف. صح. فحته ان كاس العالم يتعمل في وسط الموسم اضطرت الدول كلها
بتضغط المباريات في الفتره بتاعت الموسم دوت بدات مضغوطه جدا، فهتلاقي الاصابات بقت كتير جدا. صح. اخرهم ساديو ماني. يعني من ايه وبنزيما هم شاكين فيه، في اصابات كتير موجوده، فكله ضغط المباريات عشان يعادل الحته بتاعت التوقف اللي هي من يوم 14 طبقا للاتحاد الدولي. تمام. الاتحاد الدولي نفسه المفروض انه بيدي 15 يوم قبل كاس العالم كاعداد عشان صحيح لاول مره يبداها من يوم 14 يعني قبل كاس العالم بست ايام فقط، علشان بناء على طلب الاتحاد الاوروبي. نعم. عشان الدوريات الاوروبيه. فالامور كلها اتلخبطت عشان موسم واحد حصل فيه الكورونا كاس عالم في وسط الموسم. احنا بقى على طول عندنا امم افريقيا بتتعمل في يناير، المره الوحيده اللي اتعملت في الصيف كانت في مصر في 2019. يعني حضرتك بتقول لنا مقارنه ما بين يعني لمجرد سنه واحده بس العالم كله غير حاجات كتيره جدا علشان الكاس العالم هيتلعب في وسط الموسم، فما بال بقى ان احنا كل سنتين بنلعب كاس امم في وسط الموسم. ده احنا جينا في سنه كمان عملنا بطولتين افريقيا. صح. عشان نقلب الموسم الزوجي الفردي عشان نبعد عن كاس العالم وبطوله اوروبا. صح. فاحنا عدى علينا فترات طبعا، فالحمد لله الموسم دوت لعبنا في كاس العالم وقت كاس العالم. والبرنامج اللي انا حطيته على ان احنا الموسم اللي جاي نبدا في شهر 8 يبقى خلاص رجعنا للميعاد الطبيعي بتاعنا زينا زي العالم كله. اللي هو 2023 24 يبدا في شهر 8 القادم، شهر اغسطس شهر 23. يبقى احنا خلاص مشينا، فما يبقاش في مشاكل بقى في القيد واللعيبه اللي بتمشي في شهر 6. مظبوط. عشان العقد بتاعها ينتهي واحنا كنا بنقعد لغايه شهر 8. نعم. فكل الامور دي ان شاء الله ده اخر موسم ان شاء الله هيبقى فيه الكلام دوت. نبدا بقى الامر الطبيعي بتاعنا. برضه يا حاج عامر، وخلينا ننقل لحضرتك بعض وجهات النظر الخاصه بجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي شايف ان احنا خسرنا الدوري اللي فات واللي قبله بسبب امور فنيه وبعض الامور التحكيميه وكذا، ولكن ايضا حاله الاجهاد اللي موجوده للاعبين. فمثلا كانت بتقول هل احنا بنعاقب كنادي اهلي، بنعاقب على ان احنا وصلنا نهائي افريقيا مرتين متتاليتين، دوري ابطال افريقيا يعني مرتين متتاليتين او ثلاث مرات ورا بعض، وهل احنا بنعاقب ان احنا بنلعب في كاس العالم للانديه، بمعنى ان الدوري كان السنه اللي فاتت تحديدا في اخر ايامه كان مضغوط بشكل كبير جدا مما ادى الى اصابات كثيره جدا لمعظم لعيبه النادي الاهلي. لا، هو الامر طبيعي لو اي حد من الانديه كان كمل زي النادي الاهلي للنهائي وعنده كاس عالم انديه كان هيحصل نفس الموقف، لان الفرق بين النادي الاهلي والانديه اللي وراه اللي كانت مشاركه في بطوله افريقيا 9 مباريات كامله. ايوه. فتسع مباريات كامله حضرتك لو اديت للنادي الاهلي فتره الراحه طبيعيه بيلعب كل 5 ايام وست ايام مش على ثالث يوم ورابع يوم، يبقى بتتكلم في شهر ونص زياده. شهر ونص. صح. فشهر ونص بدل ما كنا نخلص في شهر 8 30/8 زي ما خلصنا، يبقى هنخلص في شهر 10. لما تدي شهر بتاع القيد وبين الموسمين يبقى لازم كنت هتبدا الدوري دوت في شهر 12. تمام. فطبعا كنت هتخش في مشكله الموسم اللي بعده برضه هتفضل بقى في نفس النغمه اللي احنا عايشين فيها، فكان لازم يبقى فيه موسم مضغوط. الموسم المضغوط دوت احنا قلنا عليه من قبل الموسم وانا اعلنته في القرعه وبعتنا للانديه على ان هيبقى الموسم لغايه شهر 8، حتى في ناس ما صدقتش ان ممكن نخلص شهر 8. صح. قالت اكيد مش هنقدر نخلص شهر 8 لان كان في 45 يوم لامم افريقيا وكان قبلها 25 يوم بطوله عربيه خارج الاجنده ومش احنا اللي كنا موافقين عليها قبل المجلس زي ما يجي. فبالتالي كان غلط طبعا ان احنا نلعب بطوله عربيه 25 يوم نيجي نلعب 7 ايام بعدين نروح اجنده امم افريقيا 45 يوم يعني 70 يوم وكان في المباراتين بتوع السنغال، يعني كان المنتخب واخد 108 يوم 3 شهور ونص رايحين منك من الموسم اللي فات. فطبعا كانت الامور صعبه. في كاس العالم الانديه كان موجود، جينا لقينا في 3 ادوار من كاس مصر متاجلين والشركه الراعي قالت لازم يتلعب. اوكي. الكاس اللي فات. فكل الارتباطات دي طبعا عشان تنهي وتلعب كل 5 ايام مش كل اسبوع كمان كل 5 ايام. نعم. كنت لازم هتطول لغايه شهر 10، فطبعا ده كانت الامور هتبقى صعبه جدا. هتبقى طويله جدا طبعا. للانديه كلها. انما اي نادي كان هيكمل النهائي زي النادي الاهلي بالاضافه الى كاس العالم للانديه، النادي الاهلي هو الوحيد اللي مشارك فيه.
فكل الامور طبعا كانت صعبت الامور على النادي الاهلي. السنه دي لو حصل كده برضه هيبقى نفس الوضع يا حاج عامر؟ يعني انا سمعت حضرتك في بدايه الموسم لما جيتوا تتكلموا عن بعد القرعه، يعني قلت ان اللي جوه مصر 3 ايام ويومين واليوم الثالث هيلعب، بره مصر 3 ايام واليوم الرابع هيلعب، مظبوط؟ اه احنا حطيناها في الشروط لاول مره نكتبها في الشروط عشان يبقى الانديه كلها عارفه من الاول الكلام دوت. وحصل التوقف اللي هو الطارئ اللي احنا فيه دوت عشان مؤتمر مهم جدا بالنسبه لمصر، محدش يقدر يتكلم فيه طبعا، فبالتالي قدرت اتصرف في الحاله ديت زي ما قلت لحضرتك ان انا حطيت ميعاد الكاس مكان كاس الرابطه، والاسبوع اللي اترحل اتحط في مكان كاس مصر عشان نخلص الكاس اللي هو 3 مواعيد اللي عندنا بتاعت الموسم اللي فات، اللي هو اخذ مكان 3 مواعيد الموسم اللي قبله. يعني 3 ادوار اللي احنا ما كانش يطلعوا. انما الموسم دوت الجدول انا اعلنته لغايه 29، الجوله 29 صحيح شهر 5، ولولا ان طبعا ان في انديه مشتركه في ملعب واحد، 3 انديه مشتركين في استاد اسكندريه وفي 3 في استاد القاهره، عشان في الاخر نعرف مين اللي هينافس ومين اللي هيبقى مهدد عشان قدر الامكان نلعبهم في توقيت واحد. توقيت واحد صح. بالنسبه للملاعب دي لان بره برضه لازم الناس تعرف ان بره كل نادي عنده الملعب بتاعه. فكل الانديه بتلعب في توقيت واحد. في ملعبه، فما عندكش مشكله انك انت بتلعب كان دوت. عندنا مشكله ثانيه انك انت بتلعب ما تقدرش تلعب اكثر من 4 مباريات. نعم. عشان ما عندكش الا 4 عربيات الفوار موجوده، ما بتلعبش اكثر من 4 مباريات في اليوم. ولو حصل لما بنتزنق بيبقى بنبعد مثلا 2 مباراة في اسكندريه، بتلعب واحد بدري واحد متاخر عشان عربيه البس تلحق تتنقل مثلا من استاد اسكندريه لبرج العرب. القاهره ما بيبقاش فيه المسافات قريبه، فما بيبقاش فيه مشكله قوي، فبتحاول برضه تبعد الماتشات اللي ممكن الملاعب قريبه. امور كلها ما ينفعش نقارن بيننا وبين اللي بيحصل بره. نعم. يعني دي كلها ظروف ودي ظروفنا، فالمفروض ان احنا نتقبلها. فلما نيجي ننقد بناء على الامكانيات والظروف اللي عندنا. امور كتير اتحسنت طبعا، النقل اتحسن، الملاعب بقت احسن كتير من الاول. يعني في امور كتير اتحسنت، ونتمنى طبعا في كل فتره هنتقدم ونبقى احسن ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حاج عامر برضه سؤال كنت عايز اساله لحضرتك، هو ليه القرعه اتعملت قبل بدايه الدوري باسبوع؟ يعني حضراتكم اعلنتوا ان القرعه هتتعمل قبل بدايه الدوري اللي هي اتعملت دي، ليه اتعملت قبلها باسبوع؟ ما اتعملتش قبل الدوري بشهر مثلا؟ الدوري الممتاز الحالي؟ الدوري الممتاز الحالي اللي بدأ ال3 جولات اللي اتلعبوا. انا بس كان السؤال ده لان انا كنت دايما بحط علامه استفهام على هذا الامر، لماذا تم تحديد القرعه قبل القرعه؟ بتبقى بين الرابطه موجوده ومع الشركه الراعيه بيشوفوا الوقت المناسب، لان خلاص دلوقتي حضرتك الكوره ما بقتش يعني زي الزمان او ما انا مجمع الانديه واعمل القرعه وخلاص، لا الشركه الراعيه ليها دور طبعا. طبعا. في الوقت المناسب بتتنقل على الهواء مباشره، فبالتالي الامور هم بيشوفوا الوقت المناسب. كان في بعض الامور الرابطه مشغول بيها، والحاجه النائب احمد دياب عامل مجهود كبير جدا. طبعا طبعا. محدش حاسس بيه ان طبعًا. في ارتباطات كثيره للانديه، فكل الانديه ليها طلبات عند الرابطه، وهو قايم بدور كبير من نواحي التنسيق مع الشركه الراعيه. نعم. ولازم برضه نشيد بالشركه الراعيه، لان احنا من 2011 لو الشركه الراعيه دي ما عملتش المجهود ودخلت في كره القدم في الوقت دوت كان هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. صحيح صحيح. لان الفلوس الانديه بتحتاجها الحقيقه الشركه الراعيه موفره مبلغ كبير اكتر، يعني اخذت مخاطره ودخلت في الموضوع دوت، يمكن دلوقتي ممكن تعوض الخسائر اللي ممكن تكون حصلت خلال الفترة اللي فاتت. صحيح. صحيح. الأمور بتتطور، مباراة السوبر بتعوض بعض الأمور بالجماهيرية بتاعت مباراة السوبر. طب بمناسبة مباراة السوبر يا حاج عامر، مباراة السوبر القادمة هل تم تحديد موعد أو تقريبي موعد تقريبي طبعا؟ لا 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 لسه خالص؟ لا لسه ما حددتش، لأن إحنا يا دوبك الموسم بتاعنا ينتهي زي ما قلت لحضرتك. نعم. يمكن الظرف الطارئ اللي حصل دوت أظن إن إحنا نعديه باقل الخسائر طبعا، ان انا المفاتيح اللي انا ربنا يعني اكرمني وحلتها ديها ده مكان ده ومكان ده عشان ما اقربش للجدول. ايوه. لان دايما لازمه نادي ان احنا ننزل الجدول كامل، لما نزلنا 29 جوله لما بتحصل حاجه طارئه الجدول بيبقى عباره عن سلسله، فعشان تحصل حاجه طارئه بتضطر تغير الجدول كله. مظبوط. اه طيب
برضو يا حاج عامر، كاس العالم هل هناك اعتراض على هذا الامر؟ يعني انا واحد من الناس اللي كنت دايما ببقى معترض على هذا الامر الحقيقه، انه ليه تلعب في وقت كاس العالم؟ هل الفيفا له راي في هذا الامر؟ لانه كان الكلام ده بيتقال رايح جاي يعني. لا، ان كاس العالم طبعا الاجنده تبدا من يوم 14 الشهر ده. فبالتالي انك انت بتاخد اكتر من 35 40 يوم. لو اخدت ال 35 40 يوم حضرتك حطهم بقى على نهايه الدوري، احنا هنخلص شهر 6. ايوه، يبقى هتخلص على شهر 8، يبقى برضو رجعت كما كنت، هتخش في مشكلتين. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا ما عندناش الا اثنين لعيبه اللي هيلعبوا في كاس العالم، فمش ممكن كل الانديه ديت هتقعد تتفرج عشان اثنين لعيبه موجودين في كاس العالم. نمره ثلاثه، انا بقدر الامكان راعيت في الجدول. اول حاجه المباريات المهمه، التوقيتات بتاع كاس العالم بيلعبوا الساعه 12 و3 و6 و9. فجيت حطيت مباريات، حطيت مباراه الساعه 5 عشان يروح يعني الناس تتحرم من تايم واحد بس. اوكي. وفي مباراه ما لهاش الجماهيريه بتاعه الجمهور المصري اللي انا عارفه بيحب يتفرج. مش برازيل، مش ارجنتين، مش كرواتيا، مش قصدي مش بلجيكا كده يعني. تمام. وبعدين استغليت يا كابتن اسلام كل بين الادوار، الايام اللي بين الادوار اللي هي فيها راحه لكاس العالم، وزودت فيها عدد المباريات. ايوه. وبعدين اخذت كمان المواعيد، احنا عندنا ما فيش الا منتخب تونس اللي فيه اللعيبه. فمنتخب تونس هيلعب يوم 22 و26 و30. نعم. فبالتالي الانديه مش هتتحرم كتير، طبعا اتمنى لتونس التوفيق طبعا ان هم يكملوا. طبعا. انما تتكلم انت برضو زي الناس كلها بتلعب على التوقع في الملعب. فانا برضو كنت بلعب على التوقع في الجدول. فممكن الانديه ما تتحرمش من اللعيبه بتاعتها. الا مباراه او مباراتين يعني. اخيرا يا حاج عامر، يعني وانا دي هاخدها لان نفسي اسالك السؤال ده طول عمري بساله لك، يعني هو احنا امتى هنلعب دوري مش استثنائي؟ يعني هل من الممكن ان يكون السنه القادمه بدايه الدوري بشكل عادي؟ لا، يمكن الكلمه دي بتتقال على طول. صحيح. انما انا بعتبر الموسم ده مش استثنائي اللي احنا فيه. اه لا، بدايته يعني تعتبر برضو حاج عامر، انت تبدا في 10 يعني، مش من احنا مش متعودين طول عمرنا ان احنا نبدا في 10 يعني. اكيد طبعا، ما بقول لحضرتك ان في دوري انت بتاع اللي بعد كورونا دوت خلاص متاخر جدا. طبعا طبعا، انا بقول لحضرتك امتى بقى تبقى الامور جيده. خلاص، ما بقول لحضرتك من الموسم اللي جاي خلاص. من الموسم اللي جاي خلاص. تبدا في شهر 8. وبرده النقطه ملحوظه يا كابتن اسلام برضو، عشان انا اتكلم فيها. اتفضل يا كابتن. ان عدد الشهور اللي بنلعب فيها زينا زي بره، بس بره لعبوا شهر 8 يخلصوا شهر 5 او 6. صحيح. احنا لما بدانا شهر 10 خلصنا شهر 8. نفس يعني عدد الشهور. الناس كلها بتلعب من 9 شهور ونص ل 10 شهور على حسب عدد الانديه. يمكن الدوري العربيه قللت، زي تونس قللت بقى 16 نادي، تلاقي قطر 12 نادي. ايوه. الامارات 14 او 16 نادي، احنا برضو عدد الانديه عندنا 18 نادي، برضو عدد كبير. وده غلط بيني وبينك. مظبوط. طبعا عشان تغير الكلام دوت، يعني التصور اللي في دماغي انا ما اعرفش طبعا مين هيبقى موجود وقتها في الاتحاد او في المسابقات، انما التصور اللي في دماغي الطبيعي ان بعد ما نعمل دوري المحترفين بتاع القسم الثاني اللي هو 20 نادي الموسم اللي جاي، المفروض الموسم اللي بعده ان احنا بقى نبدا نقلل يعني الدوري الممتاز الصاعدين ونكتر الهابطين نادي في نادي عشان نوصل ل 16 نادي، وده الوضع الطبيعي يعني. نرجع زي زمان. زمان كنا احنا كنا 12، بعدين وصلنا 14. 14 و16. وبعدين 16، وبعدين جه بقى فتره اتلغى فيها الهبوط فزادت عدد. خلي بال حضرتك يا حاج عامر، دي كانت افضل فتره، خدنا 6 و8 و10، الفتره دي كان 14 اعتقد نادي. طبعا انت عندك ارتباطات كتيره جدا. وعندك مشاكل في الملاعب، وعندك اللعيبه ما عندهاش الضغط دوت. وان كان طبعا برضه اللي بينادوا على ان نعمل زي اوروبا. لو تفتكر شوف حضرتك كده، اعمل احصائيه الاعداد يعمله لحضرتك دلوقتي وانت في البرنامج. شوف لغايه دلوقتي لعبوا كم مباراه في كم شهر في انجلترا مثلا او في المانيا او اوكي، لعبوا كم مباراه في الدوري بتاعهم. هو دلوقتي بطوله اوروبا، بطوله اوروبا الدوري، انا اقدر اقول لك مثلا الدوري الانجليزي مثلا احنا في الاسبوع ال 13 او ال 16، مش فاكر 13 ولا 16، في من شهر 8 بدا شهر، انا اسف، بدا شهر 6 6 و7 و8 و9 في 4 شهور. لا، احنا بدأوا في شهر 8. بدأوا في شهر 8 يبقى شهرين.
شهرين، او 3 شهور. حط عليهم بطولة أوروبا، على المباراة بتاعت بطولة أوروبا، خلاص هم خلصوا دوري المجموعات، دخلوا على الدور اللي بعده، فالأمور كلها لا هتلاقي كم عدد كبير جدا، هتلاقيهم بيلعبوا يومين والتالت. يعني الإحصائية كده إحصاء على الأيام، هتلاقيهم بيلعبوا على ثالث يوم على طول. والنقطة الأخيرة برضو ونقطة مهمة، إن أنا لما حطينا العدد اللعيبة المقيدة، إحنا سيبنا مواليد 2001 وحطينا 5 لعيبة مواليد 99 و2000. يعني الانديه عندها 30 لاعب زياده فوق القايمه بتاعتهم، المفروض 2001 يمكن الشباب موجود. عملناها عشان المنتخب اليوم ده عارفين انه عنده مشاكل دايما في هي خارج الاجنده الدوليه في المنتخبات الاولمبيه. فيبقى الانديه عندها عدد كافي من ضغط المباريات، من اللعيبه اللي هتروح المنتخب الاولمبي. فالانديه كان المفروض في 30 لعيبه زياده في كل نادي فوق القايمه بتاعتهم. حاج عامر انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. الحاج عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف على لجنه المسابقات، شكرا جزيلا. يعني انا طبعا نفسي الحاج عامر يشرفني هنا على الهواء عشان تبقى حلقه، لان انا نفسي اساله برضه في امور كثيره جدا، لكن الحقيقه علشان التليفون وعشان عندنا حلقه هامه جدا ايضا فيما يخص التحكيم في مصر. هنتكلم عن التحكيم في مصر وجايبين مجموعه من الحكام الكبار علشان يتكلموا معانا ومعاهم برضو استاذ في النقد الرياضي الصحفي الاستاذ محمود صبري هيكون معانا، وايضا كابتن ناصر عباس، وايضا الكابتن شريف صلاح، وهنجيب تليفونات برضو. عايزين نتكلم في ايه اللي بيحصل في التحكيم في مصر، لماذا لا يتواجد التحكيم المصري في كاس العالم، اشمعنى التحكيم في مصر لا يتواجد في كاس العالم. امور كثيره جدا جدا هنتكلم فيها، ولكن الأول أو قبل ما أطلع فاصل، واحد من مواهبنا ونجومنا عاوزين نتكلم عنه النهاردة، النجم اللي بيعيش أفضل فتراته، طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر بعتبره واحد من المخلصين واللي كسبوا التحدي. طاهر كسب التحدي مع نفسه قبل أي حد تاني، وده أنا شخصيا بعتبره نجاح كبير. عايز أقول لحضراتكم أن مارسيل كولر معجب جدا بطاهر، مش عشان جهده بس، ولكن عشان وعيه التكتيكي. دور طاهر مهم جدا جدا على المستوى الخططي. يا رب كل التوفيق ليه سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، وطبعا مبروك عليه الانضمام لمنتخبنا الوطني، وتكون بداية خير لهذا النجم الموهوب مع الفراعنة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هبتدي من على يميني على طول علشان كلهم اساتذه اجلاء وكباتن اجلاء كبار. كابتن ناصر عباس، كابتن ناصر مشرف ومنور. تحياتي كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وتحياتي طبعا لضيوفك الكرام كابتن محمود والكابتن شريف. كابتن مين؟ كابتن شريف ده كابتن، ده لاعب منتخب اولمبي. لا والله. وحكم دولي كبير، حكم دولي ساعد. كابتن شريف ياما حكم لنا مباريات كثيره جدا، وشخصيه محترمه جدا جدا. الحمد لله كابتن اسلام، سعيد جدا بوجودي معاك شرف لينا مع استاذنا كابتن ناصر عباس واستاذ محمود طبعا حبيبي طبعا وزميلي في اداره الارض. حرقت لنا المفاجات النهارده كلها، كابتن ناصر حرق لنا المفاجات. كنت سته يا كابتن ناصر. كابتن اسلام انت مبدع دايما دايما، ونستمتع بيك دايما والله. ربنا يخليك، شرف ليا. استاذ محمود ازي حضرتك؟ منور الدنيا يا ابو كبير. كله تمام؟ ما ينفعش يبقى عندي حكام وما عنديش استاذ محمود صبري. انا معاك، لازم يبقى معايا طبعا حكام كبار وليهم اسمهم الحقيقه وليهم رايهم في اداره التحكيم. ولكن قبل ما نتكلم خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع، او تقرير انا اسف، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوع حلقه النهارده، التحكيم في مصر الى اين. استاذ محمود هبدا بحضرتك، لو هتحط منشيت للتحكيم في مصر، منشيت صحفي، هتقول ايه؟ غياب الضمير. غياب ايه؟ الضمير. يا نهار ابيض. لا لا انا همشي. انا ايه ممشي بدري. عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. قرار قاضي الملعب بيبقى اخطر من قرار قاضي المنصه. لانه ده في لحظه، في ثواني، عاوز قرار دلوقتي. هو يعني موقفه صعب. التاني بياخد وقته وبيدرس وبيذاكر وبيعمل وبتاعه وقافل على نفسه، محدش يقرب منه. التاني بصراحة إذا لم يمتلك شخصية قوية صنعها لنفسه، واقف مع المساعدين بتوعه وما بصش شال الألوان من وشه، مش عارف يكمل. طالما وضعت داخلك الألوان باختلافها هتدفع أنت الفاتورة. يعني ما تعتقدش مثلا هتجامل الأهلي أو هتجامل الزمالك إنك هتعدي من الباقي.
لانه ربنا شايفك. صحيح. هيحاسبك، هتيجي تقع وقعه مش هتقوم منها. اذا لم يكن لديك ضمير وعندك هدف ونجاح وصلك تنجح مش هتنجح. ولذلك عددنا وتاريخنا في التحكيم معروفين بالاسماء يا كابتن اسلام. احنا عندنا حقب تاريخيه في التحكيم. حقبه بدات 34 باول ظهور كابتن محمد يوسف كان حامل رايه. كاس العالم في ايطاليا كان فيها مصر. كان مساعد، وكان من وقتها من حق المساعد يبقى حكم ساحه. القانون كان بيسمح له. بعد ظهور كابتن محمد يوسف اختفى التحكيم المصري 32 سنه. لم يظهر الا سنه 66 في مونديال انجلترا. مع العملاق الكبير اللي ولد على يديه التحكيم كابتن علي قنديل. كابتن علي قنديل اول واحد عمل اثنين مونديال 66 و70. وكان له مباراه شهيره مع المكسيك وسلفادور، وكانت مباراه من اكبر مباريات، كانت سنه 70 بعد نجاح وتالقه في سنه 60 الاتحاد الدولي يحكم فيه، فجابوا للمباراه دي. كان مباراه فيها سائريه ودم وفيها ناس ماتت، لكن كان عنده شخصيه في الملعب. بعد كده من بعد 70 اختفى من التحكيم المصري 8 سنين، رجع في 78 على يد العملاق رحمه الله عليه الحاج مصطفى كامل محمود. عمل مونديال وعمل نهائيات وحكم لالمانيا وعمل ماتشات كبيره جدا، رجعت الذاكره شويه، جددت كده صنفرتها كده الحدوته. غبنا 10 سنين كمان حقبه اهي، رجعنا بجمال الغندور في 98، عمل مونديال فرنسا 98 وعمل مونديال كوريا 2002 اللي كانت فيها الازمه الشريفه في مباراه السيمي فاينل ما بين كوريا واسبانيا، وهدف وهدف مباراه سيمي فاينل مباراه سيمي فاينل وحصل فيها ما بين الاثنين لايزمان، حصل فيها يعني حاله من اللخبطه. بعد كده جه كابتن عصام الفتاح باربع سنين فمونديال المانيا 2006 ادار مباراه واحده وروح بعد المباراه. بعد قرار هدف صحيح لليابان وكانت نتيجه 0-0 هو ما حسبهوش، وبعد كده حصلت مشكله. ثم اختفى التحكيم المصري 12 عاما وعاد في 2018 مع كابتن جهاد جريش. ونحن النهارده في 2022. بدايه جديده باستثناء كابتن محمود ابو الرجال، وكابتن محمود ابو الرجال يمكن راح مونديال 2022 بدعم من مجموعه الحكم الجنبي بكاري جسامه وناس تانية من بره شافت انه حكم واعد صح. ده المنظر اللي يخليك ايه تحكي فيه مع الناس دي. راح مثلا كابتن وجيه احمد حامد رايه مع جمال الغندور حكم معاه كذا مباراه، ممكن يكون في ناس تانية راحت انا يعني ناسيها، لكن لما تبص على المنظر انت فوق وبدات تعمل كده خطورة الأمر إنه الناس اللي تولت المسؤولية في الفترات اللي هي ما بين بداية من التسعينات و98 و2000 و2000 بدأت مستوى التحكيم ياخد جانب انحيازي وفرق، كل واحد أصبح له فريق بيدافع عنه. أهم حاجة تبقى من ضمن الشلة، إذا لم تكن لك شلة فلن تنجح. طيب. حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. طيب كابتن ناصر، ايه التفسير للي بيحصل ده كله او للكلام اللي بيقوله من كابتن استاذ محمود من 34 وحتى الان تقريبا كل 10 سنين؟ اولا كابتن اسلام خليني بس الاول من خلال برنامج البيت الكبير وحضرتك نبارك للكابتن محمود ابو رجال احد رجال يستحق الحقيقه المؤسسه العسكريه اللي اشتغل على نفسه كابتن اسلام. واقول اشتغل على نفسه ازاي؟ يعني يمكن الراجل دوت كابتن محمود ما لقاش دعم ومسانده قوي، ولكن هو اشتغل على نفسه، قفل على نفسه كويس قوي. وكان المفروض كابتن اسلام في مفاجاه هقولها لك، كان المفترض ان هو يلعب مع امين عمر ومع احمد حسام طه. لو الامور مشت كابتن اسلام بشكل طبيعي واحنا وقفنا مع حكامنا كابتن محمود كابتن شريف تمام، كان عندنا امين عمر راح كاس عالم الشباب وتم تجهيزه بشكل كويس قوي. ده المفروض ان كان ابو رجال يطلع مع امين عمر في الفتره ديت، ولكن للاسف الشديد كابتن اسلام النهارده ان احنا بنتكلم على المسؤول عن التحكيم في الفتره اللي فاتت ديت كان كابتن عصام الفتاح. تمام. كابتن عصام الفتاح انا اشتغلت معاه او اشتغلنا مع بعض احنا من 2013. افضل ثلاث سنين اتعملت للحكام من 2013 لحد 2016. جبنا ماسيمو بوساكا مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي، اشتغلنا معسكر حكام على اعلى مستوى، عملنا ثلاث سنين كويسه قوي، صعدنا كل الحكام اللي بتلعب حتى الان. كابتن عصام بعد كده يعني هو صديق ليا، ولكن عصام بعد كده كابتن اسلام ابتدى شويه مجهوده يقل، ابتدى شويه يفكر في حسابات لي، ابتدى شويه يفكر في ان انا في الاتحاد الافريقي بقى وازاي انا يعني اروح لابعد نقطه، وهنا ابتدى التحكيم يهمل. على الرغم المفاجاه هو مسؤول زون شمال افريقيا.
صحيح. المفترض شمال افريقيا اللي هي وتم انتخابه مره اخرى قريبا يعني. المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا. احنا مصر احنا اولى. كابتن عصام، عندنا امين عمر، عندنا البنا، محمود ابو رجال، احمد حسام طه، سمير جمال. كان يجب لو انت وقفت مع حكامنا كان النهارده هيبقى عندنا طاقم تحكيم بالكامل في كاس العالم. لا يعني معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان الكابتن عصام عبد الفتاح اللي رئيس لجنه التحكيم في مصر لغايه من خمس ست شهور او من اربع خمس شهور لم يكن يعني هو اللي اختار او هو اللي كان اسس لهذا الامر، ما وقفش مع الحكام المصريين عشان يكون هناك تحكيم مصري في هذا المونديال. كابتن النتيجه ايه النهارده؟ ما عندناش حكم وما عندناش طاقم تحكيم، لدرجه النهارده ابو رجال زي ما قلت لحضرتك النهارده بيلعب مع مين يا كابتن؟ بيلعب مع بكاري جسامه الحكم الجامبي. صحيح. يعني هو لولا الراجل ده مجهوده كويس قوي قوي حطوه مع بكاري جسامه ومع الفيز اللي هو الكاميروني. انا بقول ليه الكلام ده؟ لو يعني عصام النهارده انت مسؤول الزون ست سنين. ست سنين ما نقدرش احنا نطلع طاقم تحكيم من مصر. طب تعالى اقول لك على مفاجاه، لو احنا جبنا الاطقم اللي مشاركه. ايوه. تعالى نمره واحد مصطفى غربال. هقول لك مصطفى غربال انا راقبته يمكن الطاقم التحكيم بالكامل طالع من الجزائر. يعني مصطفى غربال طالع مع عبد الحق تشعلي مع مكران، الثلاثة طالعين من الجزائر. صحيح. لو هنشوف الصورة لو تتعرض نشوف واحدة واحدة. خلينا نجيب الصور، يمكن الصور هتبقى أفضل للسادة المشاهدين. لغاية لما يجيب لنا الصور، اتفضل. إذا النهاردة عندنا الجزائر عندها طاقم تحكيم بالكامل. دي بس يا كابتن القائمة الكاملة لحكام كأس العالم، ودي هنا الصور. هنا ده الراجل ده أنا راقبته تقريباً في ماتش النجم والصفاقس. كان في تونس. فاكر لما كنت بتمرن معاهم كابتن إسلام، ده طاقم التحكيم عنده. على شماله عبد الحق الشعلي ده المساعد رقم واحد. وهناك خالص مكران اللي هو مساعد رقم اثنين. هنا الجزائر ليها طاقم تحكيم كامل. ودي علامه استفهام، ازاي احنا كمصر، احنا كدوله كبيره، احنا يعني شاركنا في بطولات كتيره، ما يبقاش عندنا طاقم تحكيم كامل وعندنا حكم مساعد يشتغل على نفسه. ده نموذج لان احنا ما بنشتغلش على نفسنا يا كابتن اسلام. يعني هذا الطاقم موجود كله زي ما هو. بالظبط. تعالى بقى نروح للامارات. اتفضل. محمد عبد الله معاه اثنين مساعدين من الامارات، طاقم تحكيم كامل من الامارات. تعال روح لقطر، عبد الرحمن ادي محمد عبد الله موجود اهو ومعاه اثنين مساعدين من الامارات، عبد الرحمن الجاسم معاه ثلاثه، اثنين مساعدين وحكم في الفيديو. تعال روح للمغرب، المغرب عندها رضوان جيد وعادل زراق، اثنين في الفيديو. النهارده بنتكلم على مجيت نضاي السنغال، ثلاثه من السنغال. فيكتور جوميز معاه زخيري سويلا ومعاه واحد من لسوتو، بكاري معاه ابو الرجال ومعاه الفيز من الكاميرون. فاحنا النهارده بنتكلم، احنا انا حزين. استنى بينا نروح يا كابتن. حزين. بس بجد والله حزين ان احنا النهارده بنقفل ونمشي كده. عندنا حكام كويسين ولكن فين يا كابتن اللي يقف مع الناس يطلعهم يسند معاهم بدل ما اقف مع شمال افريقيا وطبعا كلهم اشقاء. طبعا. المفروض اقف لا معه. طبعا ما هو مع اولادي، مع اخواتي، مع اولاد بلدي. صحيح. بس برضه لانه لازم ياخد حقه برضه يا كابتن شريف، كابتن محمود ابو الرجال عامل مواسم رائعه الحقيقه ويستحق ان يكون متواجد، وهو يعني دايما احنا بنتكلم على ان هو بيشتغل على نفسه وبيعمل يعني معنى الكلام اللي بيقوله كابتن ناصر. الحقيقه ان لم يكن احد يساعد كابتن محمود ابو رجال. عايزين برضو نعرف حضرتك كنت مساعد كبير ودولي، ايه اللي بيحصل بقى؟ انا طبعا بضم صوتي لصوت الكابتن ناصر في كل الكلام اللي هو قاله وبتفق معاه في كل اللي قاله. انا هتكلم على محمود ابو رجال لان انا تعرضت لنفس الموضوع اما رحت الاولمبياد. انا برضو ما حدش ساعدني خالص للاسف. لوحدك. انا كنت بشتغل على نفسي كويس وبتمرن كويس، واللي اللي اللي, اللي كان شايف واللي كان بيساعدني للاسف رئيس لجنه الحكام الاتحاد الافريقي. هو كان بيتفرج هنا على الماتشات في مصر، لان انا كويس، هو اللي ساعدني، هو اللي وقف جنبي. ما حدش من مصر وقف جنبي خالص ساعه ما رحت الاولمبياد. ما حدش تحكيم في مصر ساعتها خالص. اوكي. ودي دي نقطه يعني مشكله بصراحه. يعني انا متاكد ان محمود ابو رجال هو اللي اشتغل على نفسه، وهو اللي تعب، هو اللي مرن نفسه. كان من المفترض ان كلنا نقف معاه او المسؤولين في ذلك الوقت، يعني مثلا من ثلاث سنين ونص من بعد كاس العالم اللي فات في روسيا، كان من المفترض ان لجنه الحكام الرئاسيه بقياده الكابتن عصام انها تقف مع اي طقم عشان يبقى موجود في كاس العالم ده. لان مش معقول ان قطر يبقى فيها ثلاث، يعني فيها ليها طقم واحد في الفيديو والامارات نفس الحكايه طقم، وبرده الجزائر ليها طقم، والسنغال ليها طقم، وبرده المغرب ليها اثنين في الفيديو، واحنا ما عندناش حتى الحكم المساعد. الجامبيا ليها طقم.
وجنب ليها طقم بكاري، بس بكاري معاه محمود ابو رجال. اه طب انا بقول لك ليها طقم بكاري جسام اللي اتقال عليه ايه يا كابتن شريف، معلش انا اتفضحت عليك. اتفضل اتفضل. فللاسف الشديد انا كنت اتمنى ان احنا بعد كاس العالم اللي هو اللي فات كان من المفترض ان لجنه الحكام بقياده الكابتن عصام انها تشتغل عشان تظبط طقم، لان احنا طبعا احنا ده احنا مصر، احنا واخدين بطولات كتيره قوي على المستوى الافريقي، واحنا طبعا احنا افضل من الجزائر وافضل من السنغال وافضل من كل دول، كان من برضو افضل تحكيميا على فكره، لان احنا لو هتلاحظ الماتشات المهمه اللي بتتلعب في دوري الابطال او في البطولات الامم هتلاقي المصريين هم بيلعبوا الماتشات دي. يعني انا فاكر في 2010 انا لعب نهائي افريقيا مثلا ولعب ثلاثة قبل نهائي، كنت بلعب الماتشات المهمه مع زمايلي الحكام المصريين، فاحنا افضل من الناس دي. فازاي ما نبقاش موجودين بطقم؟ فده انا يعني بصراحه انا يعني كنت اتمنى ان لجنه الحكام كانت تعد من بدري قوي طقم ان هو يروح كاس العالم ده، لكن ده ما حصلش للاسف. كابتن شريف استاذنك بس، كابتن اسلام احنا بنتكلم على الاطقم اللي راحت، والواحد حزين الحقيقه هو بيسمع كده ان احنا تكون بطوله كاس العالم في دوله عربيه واحنا مصر غير ممثله في التحكيم الحقيقه يعني بالشكل الامثل. طبعا لما طبعا نيجي نتكلم محمود ابو رجال على دماغنا وهنجيب اسمه كل يوم، ولكن انا اقصد ان يعني كان من الممكن ان يكون الشكل افضل من كده بكتير جدا. بالظبط. انا عايز اقول حاجه كابتن ناصر، معلش الاستاذ كابتن اسلام معلش، يعني دي حاجه لاول مره اقولها، يعني انا كنت مرشح لكاس العالم في البرازيل 2014 وكنت رايح، بس طبعا يعني حصلت لي اصابه في سويسرا في العضله الخلفيه، وكان قبلها بشهرين كنت متصاب في العضله الخلفيه الثانيه، ومع ذلك ماسيمو بوساكا بعت لي ورق ان انا اروح معسكر في كازابلانكا بعد الاصابه دي. للاسف الشديد عشان اوريك برضو ان احنا برضو يعني مش بنقف مع بعض، عرفت ان مصري راح قال رئيس الاتحاد الافريقي او رئيس لجنه الحكام الاتحاد الافريقي، قال له ان شريف عنده اصابه مزمنه عشان يودي واحد تاني بيحبه ومساعد تاني مكاني. فرد عليه رئيس لجنه الحكام كان طارق بشماوي ساعتها من تونس، قال له احنا كنا عايزين شريف بس. فطبعا انا كنت اتشلت ساعتها واتحط واحد تونسي مكاني، وراح المكان على مصر ان حتى ان يبقى فيه حكم مساعد يمثل مصر في كاس العالم في البرازيل. دي بوضح لك النقطه مهمه جدا، ان احنا برضو ما بنحبش بعض، ما بنحبش الخير لبعض. مين يا جماعه اللي كان في 2014 ماسك في الاتحاد الافريقي؟ هنعرف. بس انا حبيت اقول دي كانت نصيحه. مسؤول مصر ما فيش غيره الاتحاد الافريقي كده. مسؤول مصر في الاتحاد الافريقي. ما فيش غيره يا كابتن. بص يا كابتن اسلام، كلنا عارفينه بس ممكن نتاكد عشان ما نقولش اي كلام. هكمل كلامي في نقطه مهمه، يعني خلينا نتكلم في تحضير الحكام. يعني النهارده كل دوله بتحضر حكامها ازاي؟ النهارده كل دوله عامله يا كابتن محمود معسكر للحكم اللي طالع رايح كاس العالم. معسكر كامل كابتن اسلام. نعم. من بدني، فني، تغذيه، اصابات، علاج، كل ده عامله له معسكر لوحديه. اوكي. يجهزوه لان هو يطلع لكاس العالم. انا بس بدي المثل محمود ابو رجال. يمكن كان لسه معايا على التليفون امبارح، والنهارده صبح انا مكلمه قبل ما يطلع الطياره. النهارده راجل زي ما قلت ولا اتعمل له معسكر ولا حد يعني قال له تعالى انت طالع ولا حاجه خالص. الراجل شغال زي ما قلت لك، هو في برنامج اتحاد الدوله بعته. ولكن انا شايف ان احنا مقصرين مع حكامنا، عشان يبقى في تحكيم يا كابتن اسلام. بقول لك اهو، احنا ما زلنا حتى ما عندناش تطوير تحكيم بعمق. كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده كلام كله سطحي. اوكي. لما نتكلم بعمق بقى هقول لك بنتكلم مين الدوله اللي بتشتغل بعمق وبتشتغل مع حكامها مش ل 26 و 30 مين؟ كاس العالم اللي جاي. عندنا الامارات، قطر، وهوري حضرتك نماذج النهارده. نماذج تعرف الفرق. النهارده كابتن ميرج كلنا وقفنا معاه، وما زلنا حتى الان بنوقف معاه، وراجل مقدم مدود كويس. ولكن خلي بالك انا كابتن ميرج او يعني التحكيم في مصر خلال هذه الفتره عندنا عليه سيجمنت لوحده. يعني ولكن الراجل مش هيشتغل لوحده ومش عارف كل حاجه كابتن. لابد ان اللي يشتغل معاه، بقول اهو، يبقى فيه امانه. طيب. امانه العرض. الحاجه الثانيه هقول لك الفرق. الراجل النهارده مسافر، ودي علامات استفهام كبيره قوي كابتن مسلم. كابتن محمود ابو رجال تقصد؟ لا، كلاتنبرج. كلاتنبرج في الوقت اللي هو المفروض، احنا هنتكلم في كلاتنبرج اصله لوحده. المفروض النهارده انا عندي توقف دوري، المفترض ان انا موجود، تطوير للتحكيم، بعالج اخطائي. صحيح. في الجولات الثلاثه. صحيح. بطور اداء حكامي. طيب. بشوفهم بقى فرصه. طيب. الكلام اللي بيقوله كابتن ناصر وكابتن شريف ده برضو يا استاذ محمود بيدعو للحصر، يعني هنا
في 2014 وكان مسؤول لجنه التحكيم في ذلك الوقت في مصر كابتن عصام عبد الفتاح بالمناسبه. طبعا. ف وبعدين يا استاذ محمود يعني احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ لا مش هتفضل. احنا بندفع فاتوره هل هي احزاب؟ يعني هل محمود صبري له ناسه وشريف له ناسه وناصر له ناسه واسلام له ناسه ولا هي الموضوع ان احنا عايزين نطور شكل التحكيم في مصر؟ لان انت بقالك سنتين عندك مشاكل كبيره، النادي الاهلي خسر بسبب امور اخرى، ولكن الاكبر فيها يجب ان نعترف ان التحكيم كان له دور كبير جدا، يجب ان نعترف بالمرض علشان نقدر نداوي. الشلاليه لعب بتلعب دور يا كابتن اسامه. دور مهم جدا. النهارده انت عندك ربما يكون فسطاطين او فسطاطان وممكن يبقوا ثلاثه. كل واحد ليه مجموعه وليه مكان بيقعدوا فيه. ايوه. ما هو برضه هتنجح كابتن بيرج ازاي وانت سايب عصفوره داخل اللجنه؟ يعني بتنقل وبتنفذ كلام وتقول لك ده كليدي بيرج هو اللي جاي. خلاص اللي موجود ده من اللجنه السابقه الكابتن عصام عبد الفتاح، يعني لمصلحه مين؟ هل هو السؤال اللي يطرح هنا يا كابتن اسلام، هل كان المقصود انه خلاص بعد اللي عمله الغندور مثلا في 98 و2002 وعصام عبد الفتاح الحكم مباراه واحده في المونديال 2006 انه خلاص نوقف تحكيم خلاص ما نروحش حدش يروح كاس العالم تاني؟ هل المقصود نقفل التحكيم في مصر على الاثنين دول ونقول شكرا؟ يعني عاوز ان انا اجيب قرايبه، ده يجيب ابن اخوه، ده يجيب ابن اخته، يجيب ابن خالته، وبيت العمليه عزبه؟ يعني ازاي تقول لي انا كراجل طالع بحل في استوديو التحليل وابني هو قاعد على الفار وتقول له طب هتنتقد ابنك كلها مش دلوقتي على الهوا، ده انا لما اروح البيت اقول له انت عملت ايه غلط؟ كابتن غلط الكلام ده باي مقياس واي معايير؟ خلاص لم تعد المصلحه الوطنيه بالنسبه لكثير من الناس هدف رئيسي ان انا اقدم، اقول ايه؟ ان انا هقدم النهارده طاقم تحكيم يتقال عليه. طب انا حزين ان انا ما عنديش طاقم تحكيم دولي، ليه ما يديرش مباراه الاهلي والزمالك؟ خلاص مرضوان جيد بيدير مباراه الرجاء والوداد. في حد بيقدر يتكلم؟ اذا لم يكن للتحكيم حمايه وصالح عام وهدف ان انا بعمل منظومه بحافظ عليها، اذا لم تكن منظومه التحكيم قويه نعم وخاليه من المغردين وخاليه، اصلا انا بشجع، انا مش معترض انك انت تشجع، بس اين ضميرك؟ صحيح، اين ضميرك المهني؟ ممكن تبقى تشجع وبتشجع الاهلي وبتاع، لكن لما تيجي تمسك الورقه والقلم هل انت كل هدفك انك انت المنافس تقعد تنال منه وتصغر وتشيل او تمسك الصفاره ونازل في دماغك ان انا اجامل ازاي؟ تبقى انت كده خلاص، انت كده ايه؟ مش بتقضي على نفسك، انت بتقضي على منافسه وعلى انديه صرفت ملايين وانفقت كل الكلام ده بامانه وما زلت مصر عليها. لما بيغيب الضمير وتترك الساحه للبعض ليه يا كابتن؟ لانه تحولت هذه الامور ما يحدث يا كابتن الى مكتسبات شخصيه. خلاص ما انا عاوز ابقى النجم عشان ابقى مطلوب في الحته الفلانيه. صحيح. وحتى مش عاوز انا شريف. ليه؟ شريف اشتغل معايا وعارف عني كل حاجه. عنده خلفيه. فمش عاوز. مش عاوز كابتن ناصر. لا ما يشتغلش كابتن. هقول لك مفاجاه. ما انا؟ ده حكم دولي. حكم دولي. راح الاولمبياد. مش المجامله شريف يا كابتن اسلام. من ساعه ما بطل ما دخلش لجنه الحكام. من ساعه ما بطل تحكيم قاعد في البيت. مش هيدخل لجنه الحكام. خلي بالك. طب انت عندك شله؟ لا 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 خالص، ده بينام الساعه 8 بالليل. طب في حد بيعمل كده؟ يعني انت المفروض نايم دلوقتي. هنكمل كلامنا في هذا الامر، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل وبعدين احنا داخلين على دوري. كلاتنبرج ساب الدنيا وسافر. حضراتكم عارفين ان هذا البرنامج هو اكبر داعم لما يحدث في وجود خبير اجنبي، فكره الخبير الاجنبي، ولكن الغلط غلط والصح صح. يعني ايه؟ يعني لما هتعمل حاجه غلط وانا في ظهرك هطلع اقول ان هي حاجه غلط برضه. بعد الفاصل هنرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر، حضرتك كنت بتكلمني دلوقتي على التحكيم في قطر وان هم الناس شغاله، وهطلع منه لكلاتنبرج. طيب كابتن، عشان نعمل مقارنه عشان كل الناس تشوف. برنامج النهارده انا اعتقد برنامج مهم جدا وكل الناس بتتابعه الحمد لله. خلينا نشوف قطر وهي بتستضيف كاس العالم. المفترض الناس كلها رايحه بتقف مع الناس وكده، ولكن هنا بيتم عمل ده اسمه كابتن اسلام تدريب عملي في الملعب. اوكي. طب هقول لك على المفاجاه النهارده. هو النهارده عمل جاتنبرج عمل واحده واحده. عمل اجتماع عبر الميتنج زوم مع او زوم ميتنج مع الحكام المساعدين. اوكي. 10 دقائق. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ الفتره اللي فاتت 3 اسابيع عندكم مشكله في التمركز.
اوكي تمركز. بعض الحكام عندها مشكله في التمركز، اه ممكن تجيب القرار صح بس تمركزك خاطئ. اذا حل مشكله التمركز انا اشتغل عملي. الله اكبر عليك. كابتن اسلام هو ده الشغل الحكام. اوكي. طب انت النهارده شهر اجازه بتقول للحكام انتوا عندكم مشكله في التمركز وانت مسافر، طب مين هيشتغل مع الحكام ده في ميدان اللعب؟ دي حاجه. احنا بنعمل كنا بنعمل يا كابتن اسلام. يمكن شريف كان بيتابع. كنا بنجيب الحكم بنعمل مباراه شباب، بنجيب الحكم بنديله اختبارات. اوكي. تمركز تحرك قراءه، المساعد ازاي يروح على الخطوط يواجه. أوكي. الملعب تمركز صح، بنصور الكلام ده كله. بنطلعه بعد المباراه بنعمل فيدباك في القاعه، يعني من القاعه كابتن محمود للملعب ومن الملعب للقاعه. ده شغل التحكيم طبعا. هنا قطر بتشتغل النهارده ايه؟ هي بتسيب كاس العالم ومعاها الحكام تتدرب. عشان كده حضرتك بتقول انها بتشتغل 2030 بالظبط كده، مفيش توقف. انا النهارده مش حدير الزوم 26 و30 وجميل، بس انت النهارده ما قعدتش طيب. ما نزلتش مره ملعب. طيب كابتن شريف، وهنا كابتن ناصر بيتكلم على ان كلاتنبرج يدير التحكيم من خلال الانترنت او من خلال الزوم ميتنج. بالظبط. خلاص، هل ده ممكن؟ لا، هو طبعا الافضل التدريب العملي. انا يمكن حضرت رحت قطر كذا مره. كابتن ناصر بيتكلم على قطر. كابتن ناجي جويني. ناجي جويني ده علامه كبيره في عالم التحكيم العربي والعالمي. الحقيقه طبعاً. طبعا انا شفت بنفسي الشغل ده كله بيتعمل للحكام. الحكام ادي النتيجه ان في طقم واحد في الفيديو فراحوا رايحين كاس عالم. فطبعا ده الشغل المفروض يتعمل، لازم الشغل العملي، ولازم ان انا اوري الحكام كمان افرجهم على ازاي يتحرك في الملعب، وبعدين اطبق في الملعب برضو ان انا انزل اشتغل معاهم في الملعب واشوفهم قدامي هم بيجروا واعدل من اي غلط بيحصل. ده الشغل الصحيح. لكن اللي هو العملي في الملعب. اللي في الملعب. أوكي. انا لكن حضرتك بتتفق مع كابتن ناصر؟ طبعا بتفق معاه طبعا. طيب خلاص بقى هنمشي كلاتنبرج يا استاذ محمود، بما ان الموضوع كده، بما ان الموضوع زي ما كابتن ناصر بيقول وزي ما كابتن شريف بيقول، ودول هم اللي ايديهم في التحكيم وعارفين التحكيم ماشي ازاي وعارفين اللي بيحصل في التحكيم. والله يا كابتن ناصر في ماتشات بيجي يقول لي فلان وفلان وفلان، طيب بص هيحصل 1-2-3 ويحصل 1-2-3 بالظبط في السنه اللي فاتت بالظبط. خلي بالك، فبالتالي هو راجل حافظ وعارف، كابتن شريف نفس الكلام. خلاص يبقى ماشي كلاتنبرج بقى، ونقول ان هو راجل ان هذه التجربه هي تجربه فاشله، ونرجع حد من الكباتن الكبار سواء الكابتن جمال او الكابتن عصام او اسم اخر. النهارده سمعنا اسم كابتن محمد فاروق، معرفش ليه فجاه لقيت اسم كابتن محمد، رجل محترم ولو كل التقدير. انا بتكلم نلاقي اسم كابتن محمد فاروق، وقبلها لقينا اسم كابتن سمير عثمان ان هو رفض، وهو حتى الكابتن ناصر اللي قال هذا الكلام او قال لي هذا الكلام. بالظبط كده. طيب خلاص، يبقى احنا جبنا كلاتنبرج. هل وجود كلاتنبرج معناه انه بيقلل من الحكام المصريين؟ هو بيتقال كده يا كابتن؟ انا لا كدا. انا بالنسبه لي لا طبعا انا اسلام لا، لكن الكلام اللي انا كلمت ناس كتير واتكلمت مع ناس كتير بيقولوا لي كده. حلو الكلام. معنى ذلك ان انا اجيب لاعب محترف يعني ان انا مش مقتنع باللعيبه اللي عندي. لما اجيب لاعب محترف يبقى مش مقتنع باللعيبه اللي عندي، مش نافعين. لما اقول المقياس ده، لما اقيس كلاتنبرج هيقلل لي من التحكيم الوطني بتاعي، يبقى اللاعب الاجنبي اللي انا جايبه مش يعني لعيب احسن من اللعيب اللي عندي. لكن انا جايب اللاعب اللي عنده ده او المدرب نفس الكلام. او المدرب جايبه ليه؟ يا بيطورني يا بيعلمني حاجه. صحيح. يا بعرف استفيد منه واطلع منه بحاجه اضيفها نقله. طيب الراجل ده عمل ايه؟ رغم الحمله اللي اتعملت عليه وما زال يدبر له مكيده منتظر بس وقع بس. اتفرج اللي هيحصل معاه. بس هو برضه يا استاذ محمود الصح صح والغلط غلط، يعني هو ينفع ان انا عندي شهر اجازه اسافر واسيب التحكيم؟ انت اللي اتفقت معايا يا فندم. هو اتفق معاك ولا مش اتفق معاك؟ مين؟ هو كلاتنبرج مع اللجنه مع اتحاد الكوره. هو ده اللي بيتقال ان هناك اتفاق. اتفق معاهم ولا ما اتفقش معاهم؟ بيقولوا يعني هو من نفسه، ولا لما جه عمل العقد قال لهم اعملوا حسابكم ان انا في كاس العالم هاخد شهر. انا جيت ولقيت ان مستوى التحكيم بهذا الشكل. ما انا بضرب لك مين انا المسؤول. عندي شهر اجازه. مسؤول اتحاد الكوره يا فندم بيقول لك كابتن ناصر. مسؤول اتحاد الكوره يا كابتن اسلام. اتحاد الكوره ما كانش يسمح له. تسمح لي طب كابتن محمود، انا النهارده الشهر ده، اولا انا هسال سؤال، هل المدير الفني النهارده لاي نادي بيشتغل مع لعيبته من خلال الاونلاين ولا بينزل معاهم الملعب؟ ده بينزل معاهم الملعب. ليه؟ ان هو قايم اداء اللاعب، شوف تحركاته، بشوف وزنه، بشوف بيأدي ولا هو ده الشغل. ما انا بتكلم حضرتك على حاجه. دي نقطة. اتعاقد مع النادي على ايه؟ دي النقطة التانية. سوري يا فندم، لا لما وقع العقد معاه مش في شروط يا فندم؟
طيب طيب هل هو جه في الشهر كمان اللي انا عارفه في هذا الامر ايه؟ ان هو خلال الشهر ده كاملا هيتابع يوميا صبح وضوء. ما هو ده اللي اتقال اللي اتقال لي ده بدون مرتب؟ هي دي الاساسيه؟ هو اتقال لي كده. هو ده الهدف؟ لا ده مش قاله كده. اصل هقول لحضرتك حاجه، ما هو معلش يا استاذ محمود، ما هو خلينا نتكلم براحه عشان نوصل للنقطه. ما يا فندم انا بكلمك اتفضل. النقطه اللي طلعوا له هم بايه؟ انه الاجازه دي بدون ايه؟ كل التركيز في مين؟ في الفلوس، في المرتب. الهدف يا كابتن اسلام المفروض الهدف الاسمى من التعاقد مع الراجل ده تطوير التحكيم، ان انا اطور. طيب الراجل عمل حاله وشفنا ان هناك تطوير. في حاله حاله دلوقتي. طب انت دلوقتي ايه؟ في لعب رغم انه البعض فيما غلط، سواء من بعض الحكام اللي بلغوا في الامر وما رضوش يطلع انذار ثاني وتم توجيه اللوم، وفي بعض مساعدين برضو خدوا قرارات للاسف كانوا مستعجلين فيها. لكن صحيح. الهدف ايه يا كابتن؟ هل ان انا الهدف على المسابقه الحاليه، ولا انا جايب الراجل ده عاوز اطور واكبر، عايز اطور واطلع ودي خبرات اطور خبرات. انا من وجهه نظري كان قبل كده رحمه الله عليه كابتن سمير زاهر، وتعمل مؤتمر صحفي كبير جدا وقتها فتره التسعينات، ان احنا نعمل اكاديميه للتحكيم. اكاديميه للتحكيم نجيب الحكام صغيرين، من زي ما بنجيب لعيبه الناشئين هنجيب، هنختار ناس في ناس عندها شخصيه. أوكي. انا شايف انه رقم واحد في الحكم من وجهه نظري شخصيه الحكم. اوكي. إذا لم يكن الحاكم لديه شخصية قوية مش هيستطيع كابتن يقف قدام الأهلي والزمالك، لأنه في حكام نحن بنشوفهم قدام الأهلي والزمالك بيتحولوا بأمانة شديدة إلى حالة من إيه؟ حساب القرارات، بياخد تفكير شوية. لكن في بعض الأندية أنت بتشوف حاجة مش عايز أقول لك اسمه، وأقول لك اسم اتنين ثلاثة، تلعب على الأندية الصغيرة بتاع منفعل ويعمل لك كده بإيده ويجري ويعمل لك حركات ليه؟ لكن مع الأندية التانية اللي عارف إن وراها جماهيرية بيحسب حساباته. إذا لم يكن يا كابتن بأمانة شديدة اتحاد الكورة محق، ولو عمل حاجه واحده فيه حتى تنتهي مدته، انه طور التحكيم بس، وانه عمل بند في اختيار الحكام، وانك انت دلوقتي داخل على مرحله انت عندك فيه 60 حكم من القدام معاهم ابنائهم 60 حكم شباب طالعين، فيهم ناس سكنت وفيهم ناس منتظره الفرصه، وفي ناس تانية ما عندهاش واسطه ولا ما عندهمش حد يسندهم، على فكره منتظرين فرصه وما حدش بص عليهم. الموضوع اكبر واخطر يا كابتن. كلاتنبرج جه حرك شويه كده، الكل قاعد مترقب، لكن الحكام من الداخل شعروا بفرق، انه في حد ايه يقول لك الماتش مثلا بتاعك زمالك كابتن شريف قبل 3 4 5 ايام يقول لك خلاص انت حكم ماتش الاهلي استعد. العكس كان بيحصل، يجي لك ليله المباراه يقول لك انت بكره بعد بكره عندك الاهلي وسيراميكا، تفاجئوا. انت 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 في الفتره الحاليه دي اذا لم يكن اتحاد الكوره لديه الرغبه في انه ينقل التحكيم نقله اخرى، وانه الناس يبقى عندها نوع من الضمير، لابد زي ما انا بطور كره القدم اطور المفصل الاساسي فيها الحكم، واعمل له ايه؟ زي ما بجيب طاقم تحكيم اجنبي. طيب. اجيب التحكيم الوطني بتاعي انزله في فندق واعمل له عربيه اتكلمنا في هذا الامر. اقول لك اهو ادي له نفس المميزات. طيب نفس المميزات، هل لو المميزات دي يا كابتن ناصر موجوده مع التحكيم في ظل وجود خبير اجنبي، بغض النظر عن الاسم يعني، ولكن بظل في ظل وجود خبير اجنبي، هل من الممكن ان نرى تطوير للتحكيم يساعد ال 18 نادي، مش النادي الاهلي فقط، يساعد ال 18 نادي والتحكيم في مصر على ان تكون هناك عداله تحكيميه؟ كابتن اسلام بس السؤال ومحدش عارف يوضح لنا، كلاتنبرج جاي لمين بالظبط؟ لحكام الدوري الممتاز بس؟ ولا ل 27 منطقه فرعيه؟ وانا هضيف حاجه مهمه جدا. انت حضرتك ما سالتش؟ هقول لك، هقول لك. يعني سالت؟ انا الراجل سالت. حضرتك سالت؟ لا انا عارف. جاي ايه؟ بس انا لازم نقول للناس. طب اتفضل. الراجل جاي عشان الدوري الممتاز. فقط. فقط. طيب السؤال العمق بقى، وده لاتحاد الكوره. انا يعني غير جدا عن التحكيم وبحب الناس كلها. صحيح. 27 منطقه فرعيه. بيعملوا ايه بقى؟ ما بين حكام درجه ثالثه وثانيه واولى. اللجنه النهارده وناشئين. اللجنه النهارده هم مش عارفين، هم بس يعني احنا بنجتهد، هم في ثلاثة او في أربعة. اوكي. ثلاثة وأربعة هم مسؤولين عن تعيينات الدوري الممتاز فقط. ومنهم الممتاز ب والقسم الثالث. دي للتعيينات. تمام. طيب مين اللي فاضي النهارده يروح الصعيد؟ الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، اسكندرية، للحكام الصغيرة دي يا كابتن عشان يديهم تطوير. أنا النهارده المفروض أشتغل تطوير للكل. مش بشتغل لمجموعه واحده بس يا استاذ محمود. طبعا. عندي 27 فرق، مين هيطور هيثقف هيدرس للناس دي كلها؟ فين الناس اللي في اللجنه تطور؟ اذا النهارده انا بجيب واحد بياخد 30,000 دولار ومعاه طبعا 40. بعض المميزات الاخرى. اوكي. طيب يبقى 40. فين التطوير؟
طب انا هطلع ازاي حكام او ستاف من الحكام الصغيرين او الحكام الواعدين؟ مين هيتابع؟ طيب يبقى معنى كده بقى كابتن شريف ان انا زي ما الاستاذ محمود قال ولا اجيب بقى مديرين فنيين اجانب ولا اجيب برضو لعيبه اجانب، لانه في النهايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا نقفل على كلاتنبرج، وشكرا يا عم كلاتنبرج على الشهر ونص اللي انت قعدتهم معانا. ده اللي انا فاهمه من الكلام. كابتن هارود خلي كلاتنبرج، احنا مش عاوزين نظلمه كابتن، مش قصدي كلاتنبرج اي اسم اجنبي، هو النهارده يعني. كلاتنبرج مش هيشتغل مع كل ده، ما هو لازم كان لما يجي الراجل يبقى في اتفاق صريح، هنجيب لجنه حكام معاك هيبقى في خمسه او سته او سبعه مسؤولين عن الممتاز بيه والقسم التالت ومتابعه حكام الفروع، وانت بتدي اشتغل مع الحكام الكبار. أوكي. ولكن الراجل هو مسؤول مسؤوليه كامله النهارده، هو يقول لك ما اقدرش اشتغل مع ال 27 فرع. طب مين اللي هيشتغل؟ مش عارف مين يعني، هم الاربعه اللي موجودين. مين يا كابتن شريف ممكن من وجهه نظرك يشتغل؟ انا وجهه نظري ان هو راجل جاي خبير اجنبي للتحكيم المصري، انا وجهه نظري كان لازم يبقى فيه رئيس لجنه حكام مصري يبقى موجود معاه يساعده، وهو يتابع بقى ايه، يتابع الماتشات. اعتقد ده كان الاتفاق مع كابتن سمير، وكابتن سمير رفض، كابتن سمير عثمان. بس هو ده الصح. اوكي. هو ده الصح، ان يجي مثلا واحد مثلا زي كابتن سمير ياخد فرصته برضه وليه الصلاحيات اللي هو عايزها، الراجل يصلح كل الاخطاء اللي بتحصل بقى في الماتشات. مين اللي هيحط التعيينات؟ التعيينات سمير مثلا، هو جاي يعمل ايه؟ لا ما هو مش التعيينات، هو دوره ان هو يصلح كل الاخطاء اللي بتحصل. ده التطوير وبرضه في شغل في الملعب بيتعمل مثلا للحكام عشان يقدروا ان هم برضه يصلحوا الاخطاء اللي بتحصل في المباريات. فلازم يبقى في رئيس لجنه حكام يساعده مصري. بص يا كابتن اسلام، ممكن طيب. بس دقيقه، تعالى نروح الجزائر، مش بعيده الجزائر عندنا. مين ماسك مسؤول التطوير عشان بس نفس جمال حمود؟ لا مين؟ لين كيم شونج. والله مسؤول التطوير. هي. يعني ايه مسؤول التطوير؟ انا بطور الحكم، بعده ليك للدوري للمسابقه، بجهزه وبقول لك اتفضل الناس دي جاهزه تدير المسابقه اللي عندك. تمام؟ انا كلجنه، مين اللي ماسك اللجنه هناك؟ جمال حيمودي. اذا عندنا رئيس لجنه حكام بقوام لجنه 13 لجنه حكام رئاسيه. لين كيم شونج مع 10 شغالين في التطوير. ده ليه شغله وده ليه شغله. أنا كان النهاردة كرئيس لجنة حكام ومجموعتي بنعمل استراتيجية، بنخطط ليه البعيد. ليم كي شونج بيعمل إيه؟ تطوير. تطور. أنا بقى بنزل الملعب وأطور الحكم وأعد لك الحكام وأقول لك هم دول المجموعة اللي تستحق إنك أنت تلعبهم. تعين فيهم. تعينهم. إذا ده ليه شغل وده ليه شغل. النهاردة إحنا مش عارفين مين مسؤول التطوير، مين مسؤول التعيينات. المجموعة قليلة جدا جدا، الشغل كبير قوي 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 يا كابتن إسلام. بنتكلم على 27 فرع، إحنا بنتكلم النهاردة عندنا 5000 حكم. 5000 حكم. مين الراجل قال لك عامل ايه بيهم دول؟ قال لك عامل ايه كل ده؟ قال لك عامل ده كل ده. طيب عايز اقول هيجيب مجموعه يا كابتن تشتغل مع الناس دي. طبعا هات مجموعه تشتغل مع الناس دي. طيب وده قد يكون الاقتراح الاقرب بقى خلال الفتره اللي جايه، 13 حكم عربي اللي هيكونوا موجودين في المونديال بثلاثة ساحة و سبعة مساعدين، سبعة مساعدين ثم ثلاثة حكام فيديو في مونديال قطر 2022. أتمنى لهم يا رب كل التوفيق. فاصل، وبعد الفاصل هل يوجد مجاملات في التحكيم المصري؟ أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أستاذ محمود، هل يوجد مجاملات في التحكيم المصري؟ أنا ما أقدرش أسميها مجاملات، أنا أسميها غياب ضمير. ما زلت مصر على الموضوع ده. غياب ضمير يؤديك انك انت بتضرب العداله في مقتل. اوكي. ده امر في غايه الخطوره. لكن ما يسمع وما يقال على الفترات الماضيه في اتحاد الكوره وفي التحكيم يا كابتن اسلام في غايه الخطوره. خاصه ما يحدث في القسم الثاني والصعود والهبوط والهروب من الهبوط. بتسمع حاجات كتير. او القسم يعني الممتاز حاجه، وكمان في تحت بقى زي ما انت عايز حكي، انما احنا عاوزين الحكم فلان الفلاني لو سمحت يعني عاوزين نعدي. الكلام ده بيحصل، انا معاك، لكن ده اي منطق لما يصل بك الامر في مجتمع الان؟ البنت رفضت تغشي زميلتها جنبيها في الفصل، كان نتيجتها ان هي استنتها بعد الفصل وضربتها مشرط 150 غرزه. المدرسه اللي رفضت تغشش في امتحانات الاعداديه في الصيف اللي فات ما عرفتش تطلع من اللي رفضت التغشش، ما عرفتش تطلع من المدرسه لانه يا اولياء الامور انتظروها في الخارج لغايه ما يجي الامن طلعها. انما يصل اليك الامر هنا مؤشر من سيخرج من المدرسه ومن الجامعه ومن بتاع بالمنظر ده يا كابتن اسلام. صحيح. اذا كان التاسيس
لم يكن بالصورة المطلوبة. عندما تضيع الأخلاق لابد أن يتوقف المجتمع أمام هذه الظاهرة. لابد من يدير المشهد، وخاصة في اتحاد الكورة، إذا كان القائمين على الأمر يعنيهم هذه الصناعة التي تصل وتستطيع أن تحقق للبلد مكاسب تفوق ما يحدث الآن. عندما تنتظر وتتابع بأم عينك ما يحدث من بعد الحكام ومن بعد المساعدين ومن بعد المراقبين، لأن المنظومة كلها خدها على بعض كده، في ضمير هتلقى حكم واقف زي الأسد في الملعب. أوكي. مش عامل حساب غير لنفسه. ما فيش ضمير، هتجد تريكات في الملعب بتحصل من بعد الحكام. انت الجمهور على فكرة ذكي، والجمهور أشطر منه ومنك، الجمهور المتابع اللي فاهم يقولك اللعبة دي في الماتش اللي فات اتحسبت كذا وفي الماتش ده ما اتحسبتش، اسمعنا ليه؟ هنا بقى تقول، هنا ينتج الظاهرة الغير مقبولة، يطل عليك التعصب بأقبح وجوهه. ليه؟ هو ده الأساس. وتيجي ايه يا كابتن اسلام؟ يجي مخرج يبرز لك، مصور يبرز لك لقطة ويغفلك تانية، يدي لك واحدة يعيدها والتانية يعيدها، لو عادها يعيدها مقطوعة. أيوة. ما برضو هي كلها على بعضها ايه؟ يتاخدها كلها على بعض. عندما يغيب الضمير عن المشهد يحدث اللي انا بقول لك عليه. التحكيم المصري في خطر، وما حدث في مونديال 2022 ينزل بكارثه في المستقبل. انا بتفق مع الاستاذ محمود طبعا في حته غياب الضمير، لان انا شخصيا اتعرضت للمجاملات على حسابي انا طبعا شخصيا سنه 2004. كان من المفترض ان انا ادخل القائمه الدوليه، وكل مصري كانت بتقول ان انا اللي ادخل رقم واحد، وما دخلتش كحكم مساعد القائمة الدولية، وما دخلتش، وناس دخلت مكاني واتجملت. دي أول مرة. ولما دخلت سنة 2007 كنت رقم 7، آخر واحد، إحنا 7 في القائمة الدولية كمساعدين، كنت رقم 7 أول سنة. تاني سنة كنت رقم 2، طبعا بمجهود الواحد الحمد لله بفضل الله. يعني لما بقيت رقم 2 بقت ماتشات تجيلي بالاسم من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي. للأسف شديد اللجنة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، مش هقول أسماء طبعا، حبت تجامل حد موجود في الاتحاد الكورة، مش عايز أقول أسامي برضو، فراحوا مشايلني. هو المفروض تقول لو صح، يعني لو موجودين مش عايز أتكلم بقى، يعني مش عايز أتكلم أسماء، احنا يعني هنجيبهم بس ونحل للأسف ثانية. للأسف شديد شالوني من القائمة الدولية، وأنا الحكم الوحيد اللي لعب أكتر ماتشات مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي وماتشات بالاسم. وشايلني، وأنا جاي لي ماتشين كمان بالاسم في بوركينا فاسو وساحل العاج، وشالوني عشان يجاملوا القائمه الدوليه. شالوني وانت رقم 2، ورجعت رجعني الاتحاد الدولي، اتحاد افريقيا رجعني، وكانت اول مره تحصل في تاريخ التحكيم على مستوى العالم ان مصر كلها وقفت معايا بصراحه. طيب، لحد ما جاي لي حقي، زي ما حصل برضو اعتقد في مشكله حصلت السنه دي برضو في القائمه الدوليه في الخماسي. كابتن ناصر عارف الموضوع ده، محمد حسن ما انا كنت هروح للكابتن ناصر في هذا الامر، لانه برضه يا كابتن ناصر، يعني ايه اطلع حكم من القائمه الدوليه عشان اسكت الناس وبعدين افاجئ ان انا الاقيه مره اخرى؟ بغض النظر عن الاسماء، ولكن انا بتكلم عن طريقه. انا اذا كنت بعمل حاجه فانا قدها، فبالتالي اقدر اواجه كل الناس. تمام يا كابتن، ده لو انا قدها. خلينا ناكد دايما، واحنا من هنا احنا دايما بنقول ما يجب تطويره، بنقول الايجابيات والسلبيات، واحنا محتاجين التحكيم يبقى كويس. اوكي. لا، احنا عندنا مشاكل اداريه كبيرة جدا جدا. يمكن مشاكل فنية كابتن في الثلاث أسابيع مش كتيرة قوي، ولكن إداريا كابتن إسلام لا، عندنا مشاكل إدارية كتيرة قوي، بداية من تحضير المعسكر للحكام، بداية من إعداد الحكام في المعسكرات، بداية من تصنيف الحكام. كابتن محمود، أنت صنفت حكام ممتاز ألف ممتاز ب، مين اللي صنف؟ مين صنفهم؟ حضرتك انت السنه اللي فاتت في اكتر من 120 حكم لعبوا، النهارده انت بتختار 60 حكم مساعد، بتختار مثلا 40 حكم، مين اللي صنف الناس دي؟ الحاجه الثانيه، لما نيجي النهارده في ترشيحات القائمه الدوليه، عندي محمد حسن. تمام. حكم لعب نهائي كاس عالم للصالات، نهائي كاس عالم. رقم واحد في افريقيا. حلو. ورقم واحد في العالم، طالع من افضل 10 حكام على مستوى العالم. في ده المفترض النهارده. في الصالات. في الصالات. طارق سامي، 2 مصنفين في كاس العالم. كاس العالم. تمام. انا النهارده في قائمه الدوليه ما عنديش حاجه اسمها سن. ما تجيش تقول لي انا شلت الناس دي عشان السن. لا. حد اقول لك؟ حد اقول لك ايه؟ سيب الناس، مالكش علاقه بالسن. طالما الراجل عنده القدره بيعمل اختباراته، طالما الراجل مصنف حطه في القائمه الدوليه. تعال اقول لك مفاجاه. اتفضل. افضل حكمين في افريقيا وفي العالم في ترشيحات القائمه الدوليه او في القائمه الدوليه للصالات اتشالوا. السؤال، انت حطيت مين مكانهم؟
بالظبط. طب انت لو حطيت ده وانت حكم لسه قبل ما يبتدي يبني ويطلع مش هيبتدي يوصل للناس دي. اذا الاتحاد الدولي بعت استفسار انت شلتهم ليه؟ دي اول مفاجاه. والرد؟ الرد مفيش رد، مفيش 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 قناعات. حلو جدا، رجعوهم ولا لا؟ وبالتالي احنا لحد دلوقتي هو اتقال، وبرضك دي مشكله محدش عاوز يقول لنا ايه اللي حصل، اتقال الناس دي هترجع وتتحط في القايمه وهيتم اعتمادها لان دي ناس مصنفه. وهيطلع من الاول مين اللي دخلوا مكانهم يطلعوا؟ اكيد اكيد هيحصل تعديل في القايمه تاني ويبقوا موجودين. السؤال حضرتك ده بالنسبه للخماسي، لكن بالنسبه لل 11 11 اللي هم السبعه، هم السبعه محدش تغير فيهم، والسبعه مساعدين الحكام محمود عاشور. هم الفار محمود عاشور دلوقتي موقفه الفار هنا برضك محمود عاشور اتحاد افريقي بعت. اولا محمود عاشور تم اختياره، ما هو نفس الوزن بقى، هي بقى هي هنا مش هنقدر نتكلم، عارف ليه؟ لانه نفس الوزن بالظبط، مش نفس الوزن يعني، ولكن اقصد ان هي نفس طريقه التعامل، نفس المعيار. بمعنى ان هنا في الخماسي او في الصالات تحدث الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اين محمد حسن واين طارق سامي بالظبط. فهنا محمود عاشور برضو اسم قد يكون عنده أخطاءه، او عنده بالفعل أخطاءه، ولكن عنده أخطاء وعنده كوارث مش أخطاء بالظبط، ولكن هو من الحكام المعروفين في افريقيا، عنده علاقات جامده على فكره، وعنده علاقات جامده. فتم فبنفس المنطق اللي احنا بنتكلم بيه او بنفس المعيار اللي الكباتن بيتكلموا بيه، الناس سالت على محمود عاشور وهترجع محمود عاشور. لا محمود عاشور اللي حصل يا كابتن كمان في كورس تحضيري لبطوله امم افريقيا للمحليين كورس ده في شهر 12 تم اختياره في الكورس، وبالتالي احنا من الاتحاد الافريقي طبعا. اوكي ده النهارده الراجل تم اختياره في الكورس محليين. دي مكافاه برضه يا كابتن. نعم دي مكافاه. ما انا بتكلم بقى يعني ايه مكافاه او كانت ازاي؟ لا مكافاه مكافاه في الاخر. ولكن في الاخر هو إيه؟ في الاخر خلاص تم اختياره، وبالتالي اللي تم اختياره في كورس المحليين هيبقى موجود في البطوله. صحيح. طب انت حضرتك شلته ماشي، طب شلته طيب بصرف النظر عن محمود انت شلته وحطيت مين؟ مين؟ طب ما هو محمود حكم بار راح اولمبياد. انا بس بسال على المنطق. ما هو خلاص نفس المعيار. اذا كان هناك نفس المعيار الراجل قال ايه؟ انا حتى لو علاقاتي يا استاذ محمود انا بقول ان دايما بنقول هذه الكلمه وتعلمتها من حضراتكم، المساواه في الظلم بالظبط. خلاص طالما معيار واحد مش هقدر اتكلم. ليه؟ لانه عندما تم خروج احد الحكام الكبار او الاسماء الكبيره او الخبرات الكبيره او العلاقات الكبيره زي ما انت عايز تقول قول، المعيار واحد. سال الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ما اطلع اقول يا كابتن فين محمود صبري وفين تشيلسي؟ اطلع يا كابتن اتحاد الكوره يطلع يقول، ما هو ما قال الاتحاد الافريقي لما بعت للاتحاد المصري ما اطلع اقول. لا يا فندم ده كان جاي على الهوا يا فندم، انا بكلمك يا فندم اطلع يا فندم اقول اوضح انا ليه دلوقتي ازاي اقبل على نفسي ان انا اخترت قايمه واللي بره بيقول لي لا. السؤال هل يجرؤ الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعمل معايا اتحاد تاني؟ ما يجرؤش. لا يجرؤ لان هناك اصابع من طيب بس من حقها ان هي تدافع عن اللي ليها. اوكي ماشي أوكي. كلنا عارفين المشهد معمول ازاي. فانا عاوز اقول لك ايه، انه هذا الامر انت تطلع تقول كاتحاد كوره انا والله يا اتحاد الدولي بعت يا جماعه رديت على قرار الاتحاد الدولي وقلت له انه الناس دي انا اخترتها لانها الاكفأ 1 2 3 4 وانه الراجل اللي عندي ده عمل طب مشكله. طب لا اختار بقى اسلام، هم محمد حسن وطارق سامي ومحمود عاشور، هتعمل ايه؟ هتختارهم. طيب صح ولا مش صح؟ علاقات بقى ما علاقاتش ما خلاص ما انا بقول لك اهو كلنا عارفين اللي فيها، ما احنا عارفين. ولكن هي في الاخر لما تيجي تحطها على مسطره بس واحده، بس انت لو اثرت كاتحاد كوره على موقفك طبعا هيعمل لك حساب. ما انا قلت لك جاي على الهوا خلاص بقى. يبقى هي ايه؟ يبقى انت عندك ايه؟ عندك رغبه في انك كانوا بيتعشوا مع يعني فيها حاجات كتيره جدا. بص يا كابتن اسلام اقول لك على حاجه بس عشان لا عشان الناس بس ما هو بعد الحلقه دي يا كباتن بس خليني ابدا بكابتن شريف. كابتن شريف انا عايز الحل. الحل ما اعرفش من وجهه نظري وزي اللي انا فهمته من حضراتكم انه يجب ان يكون هناك خبير لتطوير التحكيم اللي هو كلاتنبرج، انا ما بتكلمش على اسماء ولكن خبير اجنبي، ويكون معاه طاقم او رئيس لجنه تحكيم مصري، الراجل يطور ويدي يقول له اسلام وناصر وشريف ومحمود هم دول اللي يشتغلوا، صح كده ولا هو حاجه تانية؟ هو ده الكلام المظبوط. لازم الخبير ده جاي عشان حاجه، عشان يصلح كل الاخطاء اللي بتحصل اللي احنا بنعاني منها في الدوري المصري. فلازم يكون معاه رئيس لجنه حكام مصري واربعه اعضاء يكونوا موجودين وليهم برضه دور وليهم صوت وليهم راي في كل حاجه. في برضه نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها، نقطه المقيم الحكام. للاسف الشديد ان السنه اللي فاتت فوجئت ان هم يعني ما اعرفش بقى مين اللي كان ماسك السنه اللي فاتت، لغوا ان يبقى في مراقب للحكام في الدوري الممتاز، ودي كارثه. احنا عندنا ما كنا بنلعب ماتشات بره كان رقم واحد هو المقيم بتاع الحكام، كان هو
مراقب يعني يا كابتن؟ مراقب الحكام يعني، هو اسمه طيب يعني، لدرجه ان هو كان بياخد فلوس اكتر مننا بره يعني. يعني احنا كنا بناخد $750 في الماتش، هو بياخد 800. اوكي. وهو اللي كان يقعد معانا ويكلمنا ويعمل ميتنج معانا وبرضه الحاجات دي ملغيه. ده من ضمن الحل اللي حضرتك بتقوله، رجوع مراقب الحكام لازم ان لازم. هو يكون خبير اجنبي للتطوير، ان يكون هناك رئيسا للجنه الحكام يكون تحت عباءه الخبير الاجنبي، مش كده ولا انا فاهم غلط؟ ما هو كده، رئيس لجنه الحكام لو مصري هيوضح لكلاتنبرج مثلا اللي هو الخبير، هيقول له لازم يبقى فيه مقيمين. أوكي. عشان حتى اختيار طيب. اختيار قائمه الحكام الدوليه. اوكي. هيتم اختيارها ازاي؟ لان الدرجات الفنيه دي مهمه جدا، مين اللي هيحددها؟ ما تم اختيار التقرير هو اللي بيحدد. لكن دلوقتي انت بتحط القائمه الدوليه ازاي؟ بناء على ايه؟ مش عارف، بتختار كده وخلاص؟ معرفش. عشان تريح نفسك؟ دي مشكله، فلازم لازم تتحل برضو المشكله دي. السنه دي برضو لازم يبقى في مقيمين للحكام عشان اختيار القائمه الدوليه اللي جايه، مراقب الحكام، لان في درجات بتتاخد يعني، في طيب. في درجات في اللغه الانجليزيه، في الناحيه الفنيه، في اللياقه البدنيه، كل حاجه، اللياقه الصحيه، اللياقه الفنيه، مين اللي هيحط الدرجات للحكم عشان يتم اختيار؟ افرض عندي مثلا حكم معلش دولي في القائمه الدوليه وعمل ماتشات سيئه جدا، وفي واحد مرشح كان احسن واحد في مصر، ما يدخلش؟ المفروض يدخل. طب درجاته اعلى من ده، طب ما يدخل وده يخرج، ايه المشكله؟ فدي مشكله كبيره جدا برضو، حبيت طيب. ان انا اوضحها. كابتن اسلام، كابتن عصام، حكامي بس بموضوع المقيمين، هو احنا بنقرب للاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي والاتحادات الاهليه ولا بيبعد؟ بس يعني عايزين دقيقه واحده. اتفضل. المقيمين تم الغائهم بسبب بقرار لجنه الحكام، لان عشان ما فيش فلوس في الاتحاد هنكتفي بمقيمين الفيديو. يعني ايه اسلام؟ حضرتك هتقعد قدام شاشه التلفزيون وتراقب لنا الحكم ده من خلال الشاشه وتبعت لنا الحالات. ما ينفعش النهارده اتحاد افريقيا، انا براقب الاتحاد الدولي بيعين مقيمين ليه؟ انا بشوف الحكم في الملعب اسلام بيتحرك ازاي، شخصيته ازاي، بيتوقع ازاي، مجهوده صحيح. ازاي، انما من خلال الشاشه ما بقدرش احكم الحكم. هم اكتفوا بمقيمين الفيديو، ودي طبعا مشكله كبيره جدا. طيب. مفيش تقييم للحكام، مفيش تقييم للحكام، يجب ان يعود مقيم الحكام. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه مش هبعد، اولا مسيمو بوساكا مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي، مين رئيس لجنه الحكام؟ مين؟ كلينا. اوكي. يبقى انا مش هبعد، يبقى عندنا الاتحاد الدولي كلينا مسيمو بوساكا. اللي بنروح مثلا لقطر ناجي جويني تطوير هاني بلال رئيس لجنه الحكام، الجزائر رئيس لجنه الحكام جمال حيمودي لين كيم شونج تطوير، تمام، الامارات نفس كل الدول هي عامله كده، احنا مش نعمل حاجه مستحدثه، واحد تطوير وواحد رئيس لجنه الحكام قوامها كامل، استراتيجيات اهداف متابعه نفس كل الكلام تحكيم. طيب. بس طيب كابتن استاذ محمود الحل والله بص زي ما يعني نفس الكلام اللي اتقال عليها كابتن اسلام، لازم جدا. لازم يبقى يعني ايه يد اتحاد الكوره قويه في حمايه الحكم. اوكي. يعني لابد يكون في لائحه قويه جدا تمنع الاداريين مليون في المديرين الفنيين اللعيبه اي حد يتحدث. لا وحضراتكم قبل كده برضو فاكر في القعده اللي بنعملها لاخواتنا وحضرتك والاستاذ جمال والاستاذ سامي والاستاذ عصام، كنت قلتوا برضو على موضوع التحكيم ان هو يجب ان يكون الحكم رايح باوتوبيس وراجع باوتوبيس وبات يوم في الفندق، توفر له نفس اللي بتوفره للاجنبي. دي جزئيات انت لازم انت اختيارك كمان تبدا هنا، وانت بتعمل الكلام ده لابد تفكر لقدام. انا عاوز اطلع برضو عندي يبقى عندي طقمين ثلاثه. يعني ما اقول لك حاجه يا جماعه، تعال امسك ورقه وقلم قول لي كام حكم مصري حكم نهائي امم افريقيا. يلا على مدار اديك انت اهو اتاكد انه جمال الغندور حكم مباراه نهائي أمم أفريقيا سنة 2002 بين السنغال والكاميرون. تمام. طب قبليه في حد؟ طب بعدين في حد حكم؟ لا. طب مين حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ السنة اللي فاتت؟ انت؟ لا مش السنة اللي فاتت، على مدار ال 20 سنة اللي فاتوا. مين؟ افتكر ما فيش اهو. مصري يعني؟ أنا 2010. أنا 2010. أنا كابتن. 2010. جهاد جريشة ظهر في نهائي الوداد والترجي كان مباراة الذهاب أو مباراة الذهاب اللي كانت في المغرب. وحصلت عليها إيه؟ قصة. مشكلة وقصة. يعني عاوز أقول لك إيه؟ عندما يكون لك عدم وجود على الساحة الأفريقية، هي الساحة اللي هي البوابة والواجهة بتاعتك. لما يتحول الأمر إنه مسؤولين في الاتحاد الأفريقي يتكلموا على التحكيم المصري. لما تبقى مباح ومستباح. أوكي. هنا. من البعض والتقليل من شأن التحكيم ده امر في غايه الخطوره، ما تنتظرش من البر من اللي بره يحترمك ويقدرك ويديك وضعك. الوضع هنا صعب يا كابتن، احنا في ازمه، لابد في أزمة. لابد من حمايه كامله. ليه؟ لصالح الصناعه. نعم. لصالح الكوره، لا المساله اهلي وزمالك، لا الاهلي بيطلب منك سوى انك تديله حقه. صحيح. مش بقول لك تعالى جا مني، ما بقولكش تعالى جا مني، بقول لك اديني حقي.
يعني ايه ادي الحب، والانديه الثانيه بتقول لك تعالى اديني حقي، وانت في حد ذاته حافظ على نفسك. انت ما عندكش طموح انك بكره تروح في حته ثانيه، عندك يعني تروح مثلا مستواك يكبر، مستواك يتطور، اذا ما كانش عند الحكم نفسه. وهنا التقييم بقى لابد انه يبقى فيه ضمير حتى في التقييم. لما اجي بقى في اخر سنه يعني نجح من السبعه ولا من الثمانيه دول، نجحوا ثلاثه والباقيين لا معلش. انا اسف جدا اشوف حد غيرهم. اذا الحل من وجهه نظر حضرتك، انا شايف ان الازمه ستظل دائما موجوده، ما هي موجوده مش هتنتهي في يومين. احنا بنحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر نتكلم في حلول. الحل الحالي اللي حضراتكم شايفينه واتفقتوا عليه ان يكون هناك خبير للتحكيم لتطوير التحكيم، وان يكون هناك رئيس للجنه الحكام، رئيس لجنه حكام مصري ومعاه اعضاء او لجنه كامله مصريه من الداخل، ويقدموا لكريتنبرج النماذج الكويسه في الاقاليم، يشوفوا عن تعالى اتفرج على ده، طيب تعالى شوف ده. صحيح كده، انا مع حضرتك. لكن ما هيقعد كريتنبرج انت تديها له كده في شهر ونص هيعرف تفاصيل التحكيم المصري يا كابتن سلام؟ صحيح. خلينا يا كابتن في الفتره اللي جايه، ده السؤال من فضل اتحاد الكره، الناس كلهم افاضل، طلع لي قول لي مين مسؤول، راجل قاعد شهر بره، مين مسؤول عن لجنه الحكام؟ من هو النائب؟ من له الصلاحيات؟ مين اللجنه اللي هتبقى موجوده؟ احنا لحد دلوقتي ولا عارفين في لجنه موجوده. صحيح. ولا لا، ولا حد مين بيعين؟ مش عارفين مين اللجنه تم اختيارها. هم قالوا في لجنه ثلاثيه، لجنه ثلاثيه قالوا، وشويه ما فيش حاجه على الموقع. لا حضرتك تطلع قول لي فاروق، احنا سامعين فاروق. صحيح. فاروق موجود، طلع له قرار، هنقف في ظهره على فكره، طلع له قرار، هنقف فاروق حكم رائع محترم طبعا، هنقف جنب فاروق، بس نعرف مين يا كابتن؟ نعرف. عاوز فاروق، محدش بيقول لنا حاجه. قول فاروق نائب بقائم اعمال في حاله عدم وجود كريتنبرج، واللجنه معاه فلان وفلان، عشان نقدر كمان نقدر نشوف الدنيا بشفافيه. طيب اتمنى ان يكون هذا هو الحل. وفي النهايه انا نصيحه مني بقى لكل الحكام في مصر، حب نفسك اكتر ما تحب اي حاجه تانية. دي اخر حاجه اقدر اقولها في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا في نهايه هذه الحلقه، حلقه نهايه الاسبوع الحقيقه. والنهارده الحقيقه تلقينا كلنا خبر حزين بوفاه المغفور له باذن الله صديقنا العزيز حازم الحديدي. امور كثيره جدا، ولكن يظل حازم واحد من الناس القريبه جدا لينا كلاعيبه كوره فترات طويله جدا جدا. كان حازم قريب مني وقريب من ناس كثيره جدا من لاعيبه الكوره. ندعو له بالرحمه، ندعو له بالرحمه والمغفره. دي الحاجه اللي هقدر اقولها في حازم الحديدي. البقاء والدوام لله في وفاه حازم الحديدي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم، وحلقه جديده من البيت الكبير.